مساء الخير، مساء النور مشاهدينا، مرحبا بكم في عدد جديد من تونس في رمضان، البرنامج اللي يلتقيكم يوميا من الاثنين للجمعة. نحاول نرصد الأجواء الرمضانية في كل شبر من الجمهورية التونسية. سعيدة باش نكون معكم اليوم في اللقاء هذايا على امتداد ساعتين من الزمان، نحكيو في مواضيع مختلفة من زوايا مختلفة، نرصد الأجواء الرمضانية. إن شاء الله باش نحكيو اليوم في دليل حصتنا على المردودية في العمل وعلاقتها برمضان. برشا يقول لك في رمضان يتيح الريتم شويه، كانه ما عندناش المردوديه على النحو الامثل والوجه الامثل كيف ما سير الايام. هذا ان شاء الله باش نحكيو فيه بعد شويه مع خبير البرمجه الدماغيه محمود مجيده. كيف بعد شويه باش نحكيو في سلامتكم من اكثر من زاويه، نحكيو ايضا بحكم وانه العطله تشرفت على الانتهاء، نحكيو على سلامتكم على الطرقات وعوده على الحوادث المسجله مؤخرا وخاصه بعض النصائح باش نعملوا عوده للمدارس نتاعنا للاعداديات ولمراكز العمل ان شاء الله في سلامه. كيف اليوم من بين الفقرات اللي نقترحوها عليكم، بعد شويه تجي بحثنا الدكتوره مها حشيشه، نحكيو على المسنين في رمضان ونعرفوا اللي برشا فيهم يشدوا صحيح انهم يصوموا رمضان رغم تحذيرات الاطباء نتاعهم، برشا عندهم امراض مزمنه وبرشا يصوموا معنا الشهر الفضيل هذايا. دونك ان شاء الله بعد تجينا الدكتوره وتعطينا مجموعه من النصائح هذا وغيرهم من الفقرات اللي ان شاء الله تشاهدوهم. وكل عادة عنا على الجانب الأيمن شيف صابرين وإدبارتنا، لقاء كل مرة قاعدة نذكر ونقول رانا باش نكتفيو بالسهرية والسحور. مساء الخير شيف، أهلا وسهلا. سلامة إيناس، نسلم زيادة على المشاهدين متاعنا. كما قلت احنا إدبارتنا تقتصر على السهرية وعلى السحور، هذاك علاش اليوم للسهرية اخترت باش نعملوا خبزة فاكهة برجواز. علاش برجواز؟ خاطر فما خبزة الفاكهة اللي الفاكهة الكل تتخلط مع بعضها، وفما هذايا اللي كل طبقة تبدا وحدها، طبقة اللوز، طبقة النوازيت، طبقة البيستاش. هذاك علاش لهنا حاجتنا احنا ب 100 غرام بيستاش، 100 غرام نوازيت، 100 غرام لوز، وليهم هما كل واحدة فيهم معناتها كل طبقة عندها 50 غرام زبدة، وعندها 50 غرام زبدة، عندنا زادة لهنا السكر المحور 50 غرام والفارينة 30 غرام، كل طبقة يعني مش للطبقات الكل، كل طبقة كما قلت لكم، وشوية خميرة نتاع جاتو، وكل وزادة كل واحدة فيهم لازمها عظمتي. هذه بالنسبة للخبزة متاعنا، وأكيد فيها شحور في الأخر كتيب باش نشحروها شحور خفيف. هذوما المكونات واضحين أمامكم على الشاشة كما قلت لكم. معاهم باش نعملوا جواجم للسحور، أنا اخترتهم جواجم حاجة تغذي برشا خاطر فيها الياغورت، باش نحطوا فيها البسكوي، باش نحطوا فيها الفاكية، نجموا زيدا نحطوا الغلة إذا باش نحضروها قبل بوقت، نجموا نحيوا الغلة خاطر الغلة تسيب الماء متاعها راهو، دونك نجموا نعملوها جوست بالبسكوي لي فرويسيك وصيغو اي نوع انتم تحبوا عليه والا كراميل. المهم تبعونا، قيدوا المكونات، احنا شوي اخر وباش نبداو مع بعضنا. شكرا لك شيف، يعطيك الصحة، تابعونا خطوة بخطوة إن شاء الله باش نراو كيفاش نجمو نجهزوا هالأطباق هذيا. بعد الفيديو هذيا باش يهزنا لأهم المنتوجات التراثية، تكون بحثنا إكرام ويلي عن وكالة أحياء التراث، تفضلوا.
بكم من جديد. انا باش نبدا من الصور الجميله اللي كنا نشاهدوا فيهم اللي يختزلوا شويه الموضوع اللي باش نحكيوا فيه معاك اكرام. مرحبا بك، كل عام وانت حيه بخير ورمضانك مبروك ان شاء الله. كل عام وانت حيه بخير، يعيشك مرحبا وشكرا على الاستضافه. انت اهل الاستضافه والاكثر منها، احنا سعداء انك معنا اليوم اكرام عن وكاله احياء التراث والتنميه الثقافيه. اليوم نحكيوا على منتجات ثقافيه من التراث، شنو نقصدوا بالعباره هذه؟ نقصد بها اللي هي كلها منتوجات مستوحاة من التراث وتخدم التراث. دونك المنتوجات نتاعنا بصفة عامة نجم نقسموها على حاجتين. فما عندنا الاصدارات اللي هي معناتها سبقنا في حصه سابقه معاكم معناتها قدمتهم زميلتي اللي هما بعض منهم لهنا، ونجموا نقسموهم حاجه اخرى اللي هما مستوحات من المنتوجات المستوحات من التراث، كيما المستنسخات باغ اكزومبل كيما اللي عندنا لهنا. عندنا لي ستاتيو، عندنا معناتها احنا نقولوا لهم الملاج، معناتها فيهم نلقاو فيهم لي ستاتيو، نلقاو فيهم لي فاز، نلقاو فيهم لي ماسك، نلقاو فيهم لي لامب. دونك عندنا فاريتي في الحاجات هذوما، وكيما معناتها تشوفوا معناتها ما تقفش على الملاج بركه، فما عندنا زاد لي تابلو دو موزايك اللي ساعات يكونوا معناتها فيدال لي تابلو معناتها الموجودين في المتاحف اللي هما كوبي عليهم، والا معناتها يكونوا يخدموا الموروث الحضاري نتاع تونس. دونك المنتوجات هذوما كلهم اون جينيرال يكونوا كوبي ايدونتيك على لي بيس اركيولوجيك اللي موجودين في المتاحف نتاع تونس الكل. والقيمه عندهم يعني نصور قيمه من هوني تكون قيمه معنويه وماديه، اعتباريه وماديه زوز. بالطبيعه خاطر معناتها فما برشا عبيد تحب الكوليكسيون هذوما وتحب معناتها تكون عندها القطع الاثريه، دونك احنا نوفروا لهم نسخ مطابقه للاصل باش يتمتعوا بهم معناتها ويكون معناتها الاسواق نتاعهم معقوله مقارنه بالمنتوجات. وهو عكس القطاع الاثري اللي نقولوا احنا الصحيحه 100% اللي لا تباع، يعني هذاك هذاك نعرفوا احنا زاد مسيس قوس نحلوه، هذاك ارث وممنوع يجرم البيع والشراء نتاعهم. هذوما لا نجموا يتهداوهم ونجموا نتهداوهم. هذاك حق عام وحق نتاع الناس الكل، ما لازمش واحد يستحفظ عليهم اللي هو بركة. دونك على هذاك حاولنا تكون عندنا مجموعه متنوعه ومختلفه، حاولنا معناتها نوريكم جوست ايشونتيون صغير معناها من الكوليكسيون اللي عندنا. تقريبا عندنا 60 نسخه مطابقه للاصل، تتمثل في لي ساتيو، في لي باغوليه، في لي فاز، معناتها باش نحاولوا نرضيوا الاذواق الكل. ينتعش اكرام قطاع كامل من وراء المنتوجات هذيا، يعني هنا نحكيوا على اليد العامله، نحكيوا على الخبرات اللي عندنا، لانه انا تو اللي قاعده رافيهم هوني نماذج مصغره انت جبتهم مشكوره معنا هوني في البلاتو، يعني فما خبره، فما تقنيات معينه، فما فنيات ايضا في الشيء اللي قاعدين نراو فيه هذه في المنتجات هذه الكل. دونك هذوما المنتجات الخاصين بوكاله تحيه التراث والتنميه الثقافيه، هي تصنعهم معناتها من خلال المختصين اللي يخدموا معاها. دونك فما الحرفيين نتاعنا معناتها مختصين في المجال هذايا وعندهم خبره كبيره معناتها تدوم حتى 30 سنه معناها. دونك باش نوفروا للحرفاء نتاعنا والزائرين نتاعنا حاجه تيبيكمون اصليه معناتها ينجموا يستمتعوا بها هما كي حتى كي يخدوها ولا يكون كادو لحد اخر. اي وخاصة انهم يعني مربوطين بالتراث، مربوطين بالهوية، هكا ولا اكرام، يعني هذوما حاجات من نجم يكونوا كان عند التوانسة تاع التوانسة. بالضبط. مش معناها ما نهديوهمش ولا ما نعطي، اما التونسية بحتة. بالضبط، هذوما كلهم موجودين في المتاحف التونسية، ما نلقاوهمش بلاصة أخرى، دونك حاولنا الكوليكسيون بتاعنا تكون هكا أن بو سبيسيفيك، معناها اللي باش العباد كي تشوفهم تلقاها معروفة معناها. حاولنا نختاروا معناتها لي بيس اللي يكونوا هكا شويه يونيك، شويه معناتها الكوتي نتاعهم استيتيك اكثر منها حاجه اخرى، معناتها تكون اوتيل، تكون معناتها سامبوليك لتونس اكثر من حاجه اخرى. وهذه واضح حتى في العينه اللي انت جبتها مشكوره اكرام معنا هوني. دونك هذه هويتنا مره اخرى، هذه تونس، هذه حضاره كامله تتكلم تنطق تحكي في حكايه معنا لهنا في البلاتو، وزينت لنا البلاتو يعطيك الصحه. الناس اللي تتفرج ربما لي اول مره يجي لبالها وانه هل التحف النادره هذه، هل المنتوجات المزينه هذه اليوم عندنا اسواق على ذمتهم؟ أكيد. موجوده فيهم هل لي زارتيكل هذوما ونجموا نشريوهم؟ هو ابار لي برودوي هذوما عندنا المنتوجات المستوحاه من التراث اللي هما اون جينيرال يكونوا معناها منتوجات معناتها تمثل التراث التونسي وميم تو نجموا نستعملوهم بطريقه عصريه. معناتها هنا حاولت الوكاله وكانت في سعي دائما انها باش تعاون الحرفيين اللي يخدموا في المجال نتاعها، دونك تقتني منهم لي برودوي هذوما وتعاود تسوق لهم مره اخرى باش دونك تلعب دور الوسيط. بالضبط
مش دور الوسيد اما انها تعاونهم هو وتروج لهم لي برودوي نتاعهم دونك معناتها تحرك بطريقه غير مباشره العجله الاقتصاديه. دونك سالتني الداخليه والخارجيه اكرام يعني في الداخل والخارج همزه الوصل بين هالصناعيين هذوما من الحرفيين هذوما الحرفيين التوانسه وبين الاسواق داخليا يعني محليا وخارجيا بالضبط. دونك احنا نقاط البيع نتاعنا معناتها موجوده كما تعرف وكاله تحياء التراث الثقافيه تستغل تقريبا 60 موقع يتراوح بين موقع اثري ومعلم أثري موقع تاريخي سامحني موقع اثري ومعلم تاريخي ومتحف. دونك هذوما كلهم فيهم مجهزين بنقاط بيع تتوفر فيها المجموعات هذوما وكل نقطه بيع نلقاو فيها كوليكسيون مختلفه شويه على اختها. دونك وفما معناتها في الاونه الاخيره وكاله تحياء التراث الثقافيه حاولت توفر معناها معناتها تخرج على المجال نتاعها شويه ووفرت 6 نقاط معناتها نقاط ثقافيه نموذجيه كان نجم نقولوا. دونك بما في شكل اسواق معناها نقاط نجم تقول نقاط بيع اما او ميم تو معناتها العباد اللي تمشي غاديك تنجم تاخذ معلومات اكثر من انها تشري حاجه اخرى يعني معناها. للعرض والبيع بالضبط للعرض والبيع فما منهم نذكروا منهم دونك هما 6 حتى هو اللي هما مكسب الحقيقه في انتظار وانهم يكونوا اكثر العمل نتصور المنشود اكثر من 6 اكرام هكا ولا اكيد اكيد. دونك بالنسبه لنا احنا تو عندنا مركز تقديم تاريخ ومعالم مدينه تونس معناتها في تونس هوني فمعنا مركز تقديم تاريخ مدينه الاندلس في الاندلس في سامحني في تستور فمعنا زاد مركز تقديم مدينه اوذنا دونك هذوما كلهم موجودين فمعنا نقطه بيع المنتوجات الثقافيه مدينه الثقافه شادي القليبي فمعنا زوز نقاط معناتها حدوديه اللي هما مطار تونس كرتاج ومطار جبل جرجيس. انا نتوقف عند هذوما زوز لانه خصوصيه هنا انه في علاقه مباشره بالسائح ونظره السائح والصوره التي يتلقاها السائح في اول ما يحط ساقه طقطق القدم نتاعو بلادنا. دونك مهمين برشا نقاط هذوما زوز قلت لي جربه وتونس كارتاج هكا بالضبط بالضبط هو هذوما موجودين العباد اللي باش تخرج من تونس معناها بعد ما معناتها معناتها يشوف اخر حاجه من تونس الكوتي معناتها الباتريمونيال نتاعها هو مغادر في الاتجاه الاخر في المغادره بالضبط. دونك النقاط هذوما معناها ينجم معناتها هي كما قلنا نقاط ثقافيه نموذجيه ينجم ياخذ فرصه انه يتعرف اكثر على الموروث التونسي معناتها الموجودين فيهم معناتها عبيد مختصين في المجال ينجموا يعاونوهم من ناحيه المعلومات وممنوع اذا كان يحب معناتها ياخذ سوفينير معاه ينجم يلقى معناتها الشوا الكبير نتاع لي برودوي اللي ينجم معناتها يقتني منهم. وحنا نعرفوا لي تابلو نتاع مثلا ناخذوا مثالا ولا انموذج المطار تونس كارتاج اللوحات الفسيفسائيه ياما تصوروا قدامها من الجنسيات الكل. دونك هذه صوره تونس مره اخرى اكرام اللي تسعى الوكاله وانه تسوقها انه تثمنها وانه بالضبط. تروجها زاده بالضبط. دونك غير هذا الوكاله كانت حريصه انها تكون موجوده في المحافل معناتها الكبرى المحليه والدوليه. دونك اخر حاجه كنا موجودين فيها هو معرض الكتاب الوطني حاولنا نكون موجودين بنقطه بيع غادي باش نقربوا للعباد معناتها لي برودوي نتاعنا والموروث نتاعنا ونعرفوا به اكثر. شكون جاي الاقبال كان اكثر يعني جلب الستون نتاعكم شكون اكثر شبابا اطفالا الحقيقه كانت كانت الفئات الكل متواجده خاطر كانت موجوده عندنا برودوي اخر هما لي كاسك فيغ اللي معناتها عاونت برشا باش جلبت الانتباه للمجال هذايا. دونك الحمد لله معناتها كان فما اقبال من العباد ومعناتها وكان الاقبال ايجابي معناها مش سلبي. غير هذا ما حاولت الوكاله انها تشارك في ايام قرطاج لفن العرائس في دوره الرابعه معناها بالفعل ما عندوش برشا بالضبط معناتها مؤخرا على نطاق الدولي شارك معناتها شاركت الوكاله تحقيق التراث الثقافيه في الدوره 18 من الفرنكوفونيا وقت اللي معناتها سخرت الموارد البشريه نتاعها والامكانات اللوجستيه اللي عندها الكل باش توري لو باتريمون تونيزيا في احلى حله اللي هو باش معناتها ما ضيعتش الوكاله فرصة. أنت سميت لي توا تقريبا أهم المواعيد الكبيرة المواعيد لي رونديفو فار نقولوا اللي تعديت بهم تونس كنتم موجودين باش مرة أخرى توريو الثراء نتاع التراث نتاعنا. من باب الفضولة الأسوام بين قداش وقداش؟ الحقيقة الأسوام معقولة برشا معناها معناتها ما تتفاوتش معناتها البيدجي نتاع التونسي مقارنة بالقيمة العلمية نتاع القطاع هذوما والقيمة الثقافية والقيمة الهوية
الحيويتية معناتها إذا كان نجم نقوله معناتها نتاع لي برودوي هذوما ماهيش أسعار غالية برشا معناتها ديما في المتناول ونحاولوا ديما نعملوا حساب اللي يجيب المواطن أكثر من كل شيء. وإحنا في شهر التراث معناتها نحتفي احتفاء خاص بكل ما هو تراث، كيف نتصور عندكم أكثر من أكسيون نتصور في الإطار هذا؟ دونك غير هذا الوكالة تحقيق التراث والتنمية الثقافية تلعب دور تثقيفي توعوي، دونك احنا عندنا برنامج كامل على مدة العام حاولنا فيه نعملوا أنشطة ورشات للأطفال باش ندمجوهم شوية في المجال هذا، نحاولوا نعرفوهم بالموروث نتاعهم والهوية نتاعهم بطريقة مبسطة وممتعة لهم هما. دونك غير هذا معناها ديما عندنا الأنشطة والليزاكتيفيتي اللي معناتها تزيد تعرف بالموروث نتاعنا وتأكد على الهوية التونسية نتاعنا. فما خدمة خاصة إكرام ونختم معك بهذا على النشء نتاعنا على الأطفال نتاعنا؟ يعني احنا الكل نعمل لأجل عيون أطفالنا غدوة، اللي باش نخليو حاجة لتونس غدوة لصغيراتنا للنشء هذوما، شنو عملتوا للصغيرات هذوما اللي بخلاف البرامج التعليمية نحاول نكرس فيها فكرة على تاريخنا حضارتنا؟ أيضا نتصور أنه الوكالة نجم تلعب دور مهم. أكيد ديجا عندنا مدة قاعدين نخدموا على الفئة الصغيرة هذه باش نحاولوا نحلوا لهم مجال على بكري باش يتعرفوا على الموروث التونسي. دونك قاعدين نعملوا في ورشات وأنشطة معناتها يا إما نهزوهم الواقع أثرية يتعرفوا عليهم ونربطوا لهم نشاط كما عملنا مؤخرا ورشة نتاع فسيفساء وإلا ورشة نتاع قولبة. احنا تو في عطلة إكرام. بالضبط. برمجتوا حاجه في اول عطله كان عندنا نشاط معناها بدينا به معناتها كان معناتها خدمناه مع جمعيه في الموقع الاثري نتاع اوذنا، والعباد اللي تحب لي ديتاي اكثر تنجم تشوف على الانشطه نتاعنا على الباج فيسبوك وكان تحقيق التراث التنميه الثقافيه، واللي انتريسي يحب يخدم معنا معناتها يحب ندمجوه معنا في البرنامج نتاعنا ينجم بيكونتاكتينا ونجمو نشوفوا معاه معناتها كيفاش نجمو نخدموا بروجرام صغيرات هذوما. ممتاز، نشكرك برشا اكرام. دونك هذه مصافحه حبينا بالحق يعني نتوقف عند جمالية منشيرة، هما ياسر مزيانين دونك جمالية وثراء المنتوجات الثقافية هذه. نشكرك برشا إكرام نورتنا. كما أنت زيلت لنا البلاتو أنا باش نوريك معرض من نوع آخر، نهزك معايا ونهز كل السادة المشاهدين نمشيو لقابس في ستريمينغ بإمضاء زميلي خميس بوبتان. خميس معنا مباشرة في تونس في رمضان، المرة هذه قابس في رمضان. أهلا خميس، مساء النور. مساء النور، تحية لك إيناس ولكل ضيوفك الكرام وكل مشاهدي القناة الوطنية الأولى. كما ذكرت باش نبقاو في نفس المجال كنت تحكي فيه إيناس منذ قليل مع ضيفتك، لكن باش نتحدثوا على جمال آخر، واحة من واحات قابس الجميلة البحرية اليوم تتجسد في المعرض هذايا بلمسة فنان مبدع ابن الجهة، يحب قابس يحب الواحة خاصة. هذاك علاش في المعرض هذايا الخاص الشخصي ليه الفنان محمد أمين بن حمودة يحوصل حكاية الواحة ما تتعرض له من إشكاليات، ولكن كما ذكرت بلمسة فنان مبدع. الطريق إلى الحرير الرغاطة، هذا هو عنوان هذا المعرض اللي باش يحكينا عليه محمد أمين بن حمودة كما ذكرت بلمسة فنية مختصة. يعطيك الصحة على الإبداع هذايا اللي فيه حكاية الواحد بكل تفاصيلها. مرحبا بك أمين. عايشك سي خميس وشكرا على التقديم اللي قدمته، لأنه بالضبط هو الهاجس نتاع الواحة نتاعنا هو اللي يخليك تولي تفكر معناها بشكل كبير في الرصيد الثقافي الكبير اللي عندنا هذايا، وتحاول انك تعيد ربما التفكير في حتى في حكاية الفنون التشكيلية، انك كيفاش تولي تتناول الثقافة اللي تقدمها الواحات هذه والا المنتوجات اللي فيها والا المخرجات اللي فيها والا الالياف اللي فيها والا النباتات اللي فيها، انك كيفاش تستثمرهم وتحولهم المواد والوان وخامات. تو نشوفوا في اللوحات هذه بصور زميلنا بالقاسم الشريف، احكي لنا شنو اللوحات هذوما، شنو هي التقنيه اللي استعملتها؟ صحيح بحاجه ابداعيه ولكن فيها حكايه تحب تقدم. هو الحقيقة من فترة بديت مركز برشا في نتأمل برشا في الواحات نتاعنا، وفهمت اللي عندنا برشا مخلفات نجم نستثمروهم ونحولوهم لثروة حقيقية،
وديما نقول اللي البلاد معناها تعيش فوق ميناء كبير، والا معناها مين نتاع ذهب، منجم ذهب كبير ولا منجم نتاع الياف كبيره، لان السليلوز زاد هو المستقبل. فالاعمال اللي تشوف فيهم هذوما الكل مخدومين بمخلفات من الواحه، من القصب، من القرط، من الليف، من البحطم، من النخيل، من والالوان كيف كيف، الالوان هي موجوده كيف كيف في الغيب نتاعنا، موجوده في معناها تحت التراب، كيما عروق الفوة، كيما الرمان، كيما الكركم، كيما برشا معناها نباتات اللي تنجم تكون بوتنسيال كبير معناها، ونشتغلوا عليه ونخدموا عليه. انت كيف قدمتوا في اللوحات هذوما؟ حبيت توصل رسالة هالمخلفات اللي نجم نستعملها، نجم نحميو الواحة من الاعتداءات الكبيرة اللي عليها؟ هو الفكرة في أن نركزوا في اللي عندنا، بمعنى أنه ما زلنا قاعدين نتعاملوا مع الواحات بطريقة معناها سوبرفيسيال، ما زلنا ما غصناش في الموضوع، بمعنى أنه ما زلنا بسطحية كبيرة، بمعنى أنه المخابر الموجودة والجامعات اللي موجودة في 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 جابس ولا في الجنوب الشرقي، أنها نتصور أنها تنكب على الثروة اللي عندها الكبيرة هذه، وكل واحد باختصاصه، هيك نجموا أن معناها نحلوا مجالات جديدة للبحث، نحلوا مجالات جديدة للناس أنها تولي تنجم تخدم، بمعنى أنه الصناعات الملوثة أثبتت فشلها في 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 جابس، في وقت أنه بالرغم الحالة الكارثية اللي تعيش فيها الواحات، أنه راهي قادرة أنها تتعافى، وقادرة أنها تخدم الناس، وقادرة أنها معناها تغير وإلا تزيد ثراء آخر وتنوع آخر حتى في الحرف التقليدية اللي موجودة عندنا. وما فماش علاش معناها ماهوش عيب أن نتكلموا على حرف تقليدية جديدة من مستخلصات، معناها أي مستخلصات اللي تخرج من الواحات. في سؤال أخير أمين، وبش يورينا أخونا بالجاسم المعرض حتى قدمته بالإضافة للوحات، هذايا اختزال للوحة، اختزال يظهر لي برشا اعتداءات سيرة على الواحة بتقدمها بصورة فنية. بطبيعة الحال هو الواحة بجمالها وبتاريخها، وهذا ما يمنعش اللي هي اليوم قاعدة تعاني، اللي لوحتنا مجروحة، اللي لوحتنا محروقة، اللي فحبيت نعمل التنصيبة هذه باش اللي يجي يشوف ونوصل معناها كلان دوي ولا ميساج ولا حاجة على خاطر هم توا في المدخل متاع جابس وفي واحات جابس يبدو بأنهم يحرقوا النخيل، وهذا ما جبناهم معناها نخلات محروقين، يبدو بحرق النخيل، وبعد ما يحرقوا النخيل يدكلاروا على أساس اللي هو نخلات محروقين، ومن بعد تتلفت ثلاثة أربع أيام تشوف الصيل البناء بديل يجور وبديل حديد وبديل بيطان وبديل واحد، ونخافوا معناها في السنوات القادمة نجموا ما عادش نلقوا واحات، وإلا نجموا يولي الزحف العمراني أكثر من الواحات اللي عندنا. يعطيك الصحة أمين. فقط المعرض هذا وين موجود؟ حتى الوقت اش يتواصل؟ يدور لي دعوة لبرشا ناس خاصة في شهر رمضان للسهرات الرمضانية في الليل وحتى في النهار يجوا يشوفوا يكتشفوا العمل هذا. المعرض في الصباح محلول نهار كامل، وفي الليل من 8 حتى العشرة ونص كيف كيف متواجد هنا في نو نايم ارتستيك ستوديو لاب، اللي هو مقر متاع الراقصون المواطنون الجنوب في شارع محمد علي، ومرحبا بالناس، وماذا بيا الناس، وماذا بيا الصغار جي زادة. وهذا هو ما وعايشك. يعطيك الصحة أمين، بارك الله فيك. الفنان محمد أمين بن حمودة إيناس، كانت هذه فكرة في الحقيقة عن هذا المعرض المختلف صراحة في جهة الجنوب التونسي وخاصة في ولاية جابس، كما كنا جولة هي قدمناها، وإن شاء الله بطبيعة الحال الناس اللي قراب لهني في جابس يجوا يكتشفوا أكثر في هذا المعرض المتفرد.
شكرا لك خميس، شكرا جزيلا على المداخله هذه، شكرا ايضا لضيفك، وشكرا لكل الزملاء اللي سجلوا مداخلات معنا في تونس في رمضان حتى نجموا نشوفوا الاجواء في كل الولايات الجمهوريه التونسيه ان شاء الله. نرجع هوني للبلاتو، قلت اليوم باش نحكيوا على رمضان والمردوديه في العمل. ساعه السؤال يطرح نفسه، اسكو فما عمل والا لا؟ برشا ياخذوا كونجيات، برشا يتيح الريتم، هذا اللي باش نحكيوه مع سي محمود مقايده خبير في البرمجه الدماغيه. مرحبا سي محمود، وكل رمضان وانت حي بخير. مشكور على الدعوه، وكل رمضان والسادة المشاهدين بخير زاده. قل لي، احنا سؤال بديناه بسؤال انكيري من الاول بالكل، حبينا نعرف يعني برشا يقول لك في رمضان برشا ساعات صوم نتعب، برشا يعدي وهريق دين مثالسة، هو انا نعرف مش تجاوبني، ما خليني نقول لك برشا تعرف يعني في يفضلوا النوم باش يخليوا الوقت وانه يتعدى، برشا ناس تاخذ كونجيات مع صغارهم ولا ياخذوا كونجيات باش يرتاحوا يتلهوا بالحركه في الدار والكل، دونك من هنا تطرح العلاقه بالعمل. البحوث العلمية أكدت يقينا أنه الإنسان اللي يبقى بدون إنجاز فترة اليوم تقريبا 5 6 7 حتى 10 ساعات على مدار اليوم راهو يشعر بثقل نفسه أولا، يعني ثقل في علاقة بالذات، تولد عنده كثير من المشاعر السلبية أولا في علاقة بذاته، وحب يحس الحقيقة رغم أنه تسحر ورغم أنه تناول وجبة سحور دسمة خلينا نقوله، ولكن يشعر أنه جاع تقريبا نصف النهار. علاش؟ لأنه وجه تفكيره، والتفكير هذا صنعت نوع من المشاعر السلبية اللي هي عدم الإنجاز، وعدم الإنجاز يخليك تشعر بالضيق بالقلق بالتوتر بالإرهاق، ويزيد أنك تشعر زادة أنك جيعان وبثقل اليوم. احنا بالتونسي سي محمود نقولوا يطول علينا النهار، يطول علينا النهار، النهار اللي ما نخدموش يطول علينا، يطول علينا النهار لأننا بدون إنجاز. خلينا نقولوا زادة للسادة المشاهدين هنا، إذا كان الإنسان قرر أنه لا يعمل، علاش اتخذ القرار؟ لأنه دوما على مدار يومنا كامل راهو فما إنجازات وفما أعمال وفما برامج نقوم بها، ولكن الإنسان اللي ما خططش للأعمال اللي حب يقوم بها منذ الليل، فبطبيعة الحال حب يقوم صباح رمضان ونهار رمضان كامل وحب يتعدى بدون إنجازات، فنصف النهار الأول حب يتعدى ضيق، نصف النهار الثاني حب يتعدى بكل قلق وبكل توتر، وتبدأ حشيشة رمضان مغادي. اي دونك هذيك علاش احنا عندنا مشروعيه باش نحكي، وفي ضروره انه تكون عندنا مردوديه في شهر رمضان، ضروره انه نمشي ونخدموا، ضروره وانه العجله تواصل وتدور. دونك اليوم هذايا لاحظوه حتى في الكياسات، يعني تقريبا ما مقفره كياسات في وقت معين. دونك اليوم كيفاش نجموا نثمنوا قيمه العمل في شهر رمضان؟ هو قبل ما نثمنوا قيمه العمل سيدتي ايناس وكل الساده المشاهدين، لازمنا نعرفوا علاش، شنو الاسباب اللي خلتنا عمليا نشعر ويصير حتى نوع من اليقين عند كثير من الناس أن رمضان هو شهر النوم، هو شهر بما أنه العمل فيه يساوي التعب يساوي الإرهاق، ويقول لك الصوم يساوي عدم الأكل، وعدم الأكل بطبيعة ما يخلينيش نصنع طاقة، بما أنه أنا ما ننتجش طاقة فبنجمش نقدر على أنه نقوم بجل الأعمال المناطة بعهدي، فإنتاجيتي تضعف ويصبح عندي نقص في علاقة بالإنجاز وبالمردودية المقدمة. دونك يبرر الروح كأن بالضبط، لأنه علميا ودينيا مش هذا، مش هذا لا علميا لا هذه شنو؟ هذه برمجه انسان هكا معناها يبدا يقنع برمجه ذاتيه. هنا لو كان ناخذ عناصر البرمجه الموجوده في العمل في علاقه برمضان، نقاو 6 اسباب اساسيه. السبب الاول هو داخلي ذاتي حقيقي، اللي هو ضعف قيمه الانجاز عند الانسان. لماذا؟ لانه هو قبل رمضان تعود انه لا ينجز، وتعود انه العمل لا يتقنه ولا يقوم بما يتوجب القيام به من اجل ان يقدم عمل او يقدم خدمه ترقى الى انه يشعر بالامتنان بل ما يقوم به على أنه يعمل، ويشعر بتقدير ذاته لأنه يقدم في خدمات، وهذه الخدمات هي تلقى الاستحسان. فما حاجة أخرى مهمة جدا نقولها للسادة المشاهدين، اللي هي طاقة الانتماء للعمل. شوف ناخذ مثال سيدة الكريمة، أنت كمنشطة يمكن نفاجئك أنا الآن، معناها من العالم أجمع لقيتني كهنا ناخذك أنت الآن هات ونقولوا مثالش، خلا يعرفوا السادة المشاهدين لا لباس يعرفوا السادة المشاهدين كل هذه الأمور. نجم تقول للسادة المشاهدين من متين بتتحضر في حصة اليوم أنت؟ من ديما بالمحاول يعني على الاقل عنا اسبوع، خلينا نقولوا عنا اسبوع يعني، والبارح بعد ما انهيتي حصه الامس اليوم وزاده كيف كيف زاده مساء كامل، وتلقى روحك ساعده حتى بالليل تشتغل زاده وفتره صباحيه كامله، يعني انت مبرمجه روحك على طاقه عمل وانجاز على مدار 3 ساعات أو ساعتين ونصف في علاقه بالبرنامج، يعني تشعر انك تنتمي الى التلفزه التونسيه، تشعر انك تنتمي الى عملك، وتشعر انك تنتمي الى النجاح اهم حاجه، وتشعر
أنك لما تقوم بكل هذه الأعمال راك تقوم بها بحب. لما تقوم بها بحب شي يصير؟ بيكون تفكيرك بكله موجه إلى العمل، إلى الإنجاز، إلى تقديم مادة إعلامية ترقى إلى أن السادة المشاهدين على التلفزة الوطنية يكونوا فرحانين بها ويكونوا منسجمين معها ويشكروا المنشطة اللي قاعدة تقوم وتقدم في ذلك البرنامج ويشكروا زادة على اختيارها الضيوف وما إلى ذلك. فلما تضعف وهو كذلك عاد كملت المثال بتاعك زيد نكملوا شوية نغلق القوس نغلق قبل ما نغلق القوس وهو كذلك وهو كذلك ونؤكد ذلك والذي يشعر به شنو لما تكون أنت طاقة الانتماء إلى ذلك الفضاء إلى تلك المؤسسة إلى ذلك العمل تكون منعدم طبيعي جدا أنه شهر رمضان بما أنه أنا لا أنتج طاقة وأستهلك الطاقة فتصبح تمثل لي خمول وتمثل لي تعب. أكثر من ذلك زاد نشاهد فما كثير من الناس سيدة إناس والسادة المشاهدين هي وجبة السحور فما شكون يسحر وجبة سحور ما تكونش يعني مطابقة للمواصفات في علاقة متوازنة وفي السكريات المعقدة وسريع النقاء يقوموا بتناول يعني وجبات غذائية سريعة الامتصاص هنا ينقص يعني السكر في الدم ويرتفع وعند ناس اخرين ينخفض ضغط الدم فتولد نوع من الخمول عند هذا الانسان. كذلك نحكيوا على البرمجه السلبيه في العلاقه بالمحيط والمجتمع اللي نعيش فيه. تلقى الناس كلما تتحدث على رمضان يقول لك انا رمضان نوقف السبت الكل، الاخر يقول لك انا رمضان ما نجمش نخدم ناس لانه الرومون كما نقولوا احنا راه يضعف نتاع الناس هذوما. فما اشياء اخرى، فما ناس تقول لك انه في رمضان هناك نوع من الاعمال او الخدمات تكون كاسده، لكن في المقابل هات ناخذ مثال واحنا التوانسه الكل نحبوا في رمضان زلابيا. نشوفوا السيد ذاك الذي يشتغل بزلابيا، فيشتغل من الليل الى الصباح الى الفجر الى يعني الظهر الى العصر الى صلاه المغرب وهو بنشاط وبحيويه. هنا السبب شنو هو؟ يحصل على مقابل مادي صحيح، يحصل على امتيازات، وهو وجد نفسه انه منسجم على الحكايه ذيك. انت هكا جبتي فكره اخرى سي محمود اللي هي كيما برشا مهن مثلا تركض في رمضان، فما مهن اخرى تنتعش بمناسبه الشهر الفضيل هذايا، فما حوانت تتسكر باش تولي تخدم زلابيا وقوتا ودراع وغيره. صحيح. يعني هنا المفارقه شويه يعني هو كيما فما هكا الصوره فما صور نقيضها ايضا كيما فما الصوره الاولى فما الصوره المناقضه لها. لكن لازمنا ناخذ مثال مهم جدا بعين الاعتبار، السيد اللي ينتج في زلابيا او يخدم في زلابيا او يصنع في زلابيا هو يحقق في امتيازات. هات نساله الانسان اللي قد قرر انه يكون خامل في رمضان، انه يكون بدون نشاط، انه يكون بدون حيويه، بدون انتاجيه عاليه او مردوديه اعتياديه وعاديه كما الايام العاديه، ما هي الامتيازات التي حصل عليها من جراء الخمول ومن جراء عدم القيام بالواجبات المهنيه ومن جراء اكثر حتى من التكاسل؟ يقول لك مرتاح. يقول لك لا قبل ما يقول مرتاح، قل له نساله سؤال زاد، هاك جاوبني انت تو تقول لي مرتاحه، تقول له هذه الراحه هل خلاتك تشعر بتقدير لذاتك؟ هل خلاتك تشعر على انه هناك نوع من الثقه، نوع من الفخر، نوع من يعني الصوره العظيمه والمميزه اللي هو شهر رمضان؟ ومن اوكد بطبيعه الحال من اوكد موجبات شهر رمضان اللي هي الصوم. الصوم الانسان يكون صائما عن الطعام، وكذلك العمل اللي راه عباده والعمل اللي راه فضيله، واتقان العمل العباده واتقان العمل فضيله. فاذا كان عقليه سي محمود عقلية. لانه هنا نحب نربط مع اختصاصك اللي هو البرمجه الدماغيه، يعني مربوطه الامور بالعقليه. شنو يصنع الفرق بين انسان وانسان؟ احنا نقولوا ساعات والله المراه هذيك خدامه والله الراجل هذيك خدام، يعني هذايا في الجينات كانه في البرمجه الدماغيه. الحقيقه الامور ابسط منك بكثير، هي اوامر تتعطى من الوعي للاوعي. شوف انا اذا كان اعتقد انه في رمضان الراحه هي تساعدني، فبالنسبه لي هي منطقه راحه ومنطقه امتياز، فنقدم امر للاوعي نتاعو. شنو نقول له؟ نقول له راه بانه رمضان هو شهر فما صيام، فما يعني انعدام الطاقه، ما ثماش اكل، ما ثماش شرب، ما ثماش قهوه، يعني ما ثماش ما يخليني منشرح وناشط على مدار اليوم، فمن الواجب انه اجلس او ابقى في منطقه خمول ولا منطقه ركود ولا منطقه حتى ركون. الذي يحدث انه هذا الامر اللي يتقدم من الوعي إلى اللاوعي يصنع طاقة معينة، هذه الطاقة يستقبلها اللاوعي ويبدأ يبحث في كل مراكز اللاوعي المتصلة بالخمول، المتصلة بعدم الإنجاز، المتصلة بعدم القدرة. فشي يقول؟ يقول نهار رمضان طويل، نعرف روحي نجوع، نعرف روحي نحشش، نعرف روحي أنا نتقلق ويدور بي الدجاج الأكحل، ونعرف روحي حتى في الإنتاجية ضعيفة، خليني نقعد ونكون في حالة قعود. خلينا نقول للسادة المشاهدين، أنت اللي تصنع البرمجة هذه قبل ما نحكيو على البرمجة الجديدة. وش هو نرجعوا للعقلية واللي الإنسان هو اللي برمج نفسه. أنا نحب نمشي معاك نقدموا شويه سي محمود. توا الناس اللي يخدموا خدامين تحيه ليهم، وهذوك اكيد في رمضان وخارج رمضان خدامين. الناس اللي ما يخدموش هذا نجموا نتفاهموا شويه، وسورتو كي عادي وكونجي واضح انهم ما يخدموش. فما ناس نص نص سي محمود، فما ناس يخدموا وما الاداء ما يكونش
ممتاز يبرولوا بالتونسي نتاعنا بالضبط. يغشوا كلمة بالتونسي نتاعنا كلمة البرولو وكلمة الغش هذوما شنو نقول فيهم؟ باه خلينا نحكيو حقيقة مهمة جدا هي منطقة وطاقة القيم. يلزمنا ناخذ بعين الاعتبار انه لكل انسان منظومه قيميه خاصه به. هناك من يعتقد انه الغش راهو يحقق له امتياز. لماذا؟ لانه لما نحكيه مثلا ناخذ فكره زلابيا تو احتراماتنا للناس اللي ياخذوا يبيعوا في زلابيا ضمن الكل. لما هو نوعيه السكر او اللي تتقدم او يعني الدوزه كما نقولوا احنا بالدارجه لما تكون هي مش معدله في علاقه انه السكر منقوص او السكر مفقود وما الى ذلك خلينا نزيدوا الفارينة على حساب السكر او خلينا نزيدوا ماده اخرى وغير ذلك من التفاصيل. هذا نظام أول. النظام الثاني هذا في علاقة بالعمل، يعني السيدة اللي غشة ذاك في علاقة بالعمل اللي يقوم به. هناك إنسان آخر يقول لك أنا انقصت المجهود على مدار اليوم. لماذا؟ لأنه لا يشعر بالانتماء إلى ذلك العمل اللي يقوم به. فمش كون يقول لك نخدمه على قد فلوسه، وبما أنه أنا نخدمه على قد فلوسه في الأيام العادية والاعتيادية في الإفطار، ففي رمضان ما عادش يولي يخدم على قد فلوسه، يولي يخدم على قد مجهوده وعلى قد طاقته. كيفاش نرى المفارقة ونختموا بهذا؟ يعني من المفروض وأنه نتحلى بالقيم هذية على في حياتنا الكل، ولكن في الشهر الفضيل نحيي القيم هذه، نعزز نثمن القيم هذه أكثر. يعني نحاول وأنه نتشبع بسيرة سيدنا محمد، أنه نمشي على سنته، نمشي على مكارم أخلاقه. يعني كيفاش المفارقة أنه في الشهر هذه نلقاو أمثال القيم، غياب القيم مع نوعية من الناس؟ سيدتي إيناس سؤال مهم جدا هنا في علاقة بالقيم، ولكن الوصول إلى القيم وفي الشهر الفضيل أيضا بالضبط في الشهر الفضيل يتطلب عملية برمجة كاملة ومتكاملة. باش ما نطولوش على السادة المشاهدين، تتلخص تقريبا في 10 نقاط أساسية ونقولها بطريقة يعني برقية. أول حاجة يلزم الإنسان يعي جيدا الوصول إلى طاقة القيم، وأنه صيام شهر رمضان راهو في علاقة بالعمل أفضل من شهر صيام شهر رمضان في علاقة بالنوم وفي علاقة بالقعود ولا في علاقة بالبرولة هذيك اللي حكينا عليها، أو في علاقة اللي تصبح غش حتى يعني في العمل يؤدي حتى لإفساد الصوم في علاقة يعني بالشرع وما إلى ذلك. شو لازمنا نقوله؟ أول حاجة لازمنا نقطعه مع تلك المعتقدات السلبية اللي تقول أنه إذا كان أنا ما ناكلش ما نتغذاش فما ننتجش طاقة. خلينا نقول راهو لكل إنسان طاقة، هذه الطاقة قادر على تقسيمها على مدار اليوم، وهذه الطاقة تمكنه من أنه ينجز كل الأعمال المناطة بعته على مدار اليوم. راهو تسحر. بل ونزيدك سي محمود أنه علميا ثابت وأنه الإنسان يتذكر أكثر وفي ذاكرته تكون أقوى تشتغل وهو في حالة صوم. هذه علميا بالضبط. ما لا شنو لازم نقولوا؟ راهو لازم نقولوا المواطن والسيد هذا راهو سواء أنت تسحر تو الآن اللي يقول لك ما تسحرتش ونعرف روحي فاشل وتعب او النهار صيام طويل وما الى ذلك، خلينا نقول سواء تسحرت او ما تسحرتش انت لديك طاقه، هذه الطاقه راهو سوف تستهلكها على مدار اليوم. فما حاجه ثانيه، النقطه الثانيه واللي هي مهمه جدا ونقولها للساده المشاهدين، اذا كان انت لك اعتقاد اسمه شهر رمضان يساوي تعب فراهو مخطئ. علاش هو يساوي تعب؟ لانه الفراغ، لانه الطاقه السلبيه، لانه عمليه البروله هي اللي صنعت فيك نوع من الطاقه السلبيه، والطاقه السلبيه هي اللي تشعر بعدم تقدير لذاتك، وبطبيعة الحال عدم التقدير هم يخلينا ما نشعروش بالراحة الداخلية والراحة النفسية والصفاء الروحاني والصفاء الوجداني. ما لاش نقول له؟ قولوا له غير برمجتك وغير فكرتك حول الجوع وحول الصوم وحول نهار رمضان. فما نقطة ثالثة زاد نقولها للأستاذ المشاهدين وأخيرا نختم بها سي محمود، خلينا نعطيه ثالثة ورابعة لأنه مهمة جدا. هنا إذا كان قررت تعدي نهار رمضان يعني وتشتغل بطريقة عادية واعتيادية وما تكونش عندك يعني لا إرهاق ولا تعب وتكون الانتاجيه نتاعك معتدله، هو انك تقرر ومن الليل تنجز نوع من البرنامج. تقول انا في الصباح سوف اشتغل كذا، في القيلوله سوف اشتغل كذا، في فتره المساء سوف اشتغل كذا، وفي الليل سوف اشتغل كذا. اذا كان برمجت نفسك على جمله من الاعمال اراه سوف تكون مبرمج على اتمامها والقيام بها مهما كانت التفاصيل ومهما كانت الحيثيات. نقطه رابعه ونعرف طولت على الساده المشاهدين، شو نقول لهم؟ نقول لهم اذا كان انت تعتقد انك تتعب ولا تعتقد انك تجوع فيجب ان تستعد ليوم الصوم، والاستعداد يكون بثلاثه اشياء بسيطه، انك تتناول وجبه سحور متوازنه. الثانيه الطاقه على امتداد اليوم على مطار اليوم. الثانيه خلينا نقول للساده المشاهدين قرر انك تعمل جدول اعمال تنجز به وتنجزه. وثالثه انك تشكر روحك وتثمن ما تقوم به بعد كل عمل منجز. معناها انت سيدتي ايناس بعد ما تكمل الحصه ولا بعد ما كل ضيف تشكر روحك لانك قدمت معاه واشتغلت معاه بطريقه حرفيه، وقت تكمل
تكمل زاد الحصة تشكر نفسك على جملة ما قدمته خلال الحصة. إذا كان قدرت نفسك، إذا كان شكرت روحك، إذا كان عليت طاقتك، الأكيد أنك سوف تصل إلى أنك تصبح مردوديتك عالية، وسوف يكون تثمينك لجملة الأعمال تقوم بها مرتفع، وترتفع إيجابيتك، وتكون فعلا طاقة الصوم هي مساند وداعم لطاقة الإنجاز. وهذا المفروض، هو هذا مفروض حسب سنة سيدنا محمد ألف صلاة عليه مرة أخرى، وهذا هو اللي نرموه. يعني شنو قيمة الصوم إذا كان ماهوش تحدي، عزيمة، عمل، قيم جميلة وإيجابية. نشكرك سي محمود، نورتنا بالحضور. شكرا في جزيلا. أول إطلالة معانا في الشهر الفضيلة هذية. يلا نهزك ونهز السادة المشاهدين، نمشي لتونس الجميلة، تونس البية، وراجعين مواصلين معانا أنيسة روابح بعد شوية في تقنية جديدة. تفضل. تقع مدينة سوسة على ساحل البحر الأبيض المتوسط على بعد 140 كيلومتر عن جنوب شرق العاصمة التونسية، وتلقب مدينة سوسة بجوهرة الساحل، وذلك بسبب امتدادها على طول 45 هي مدينة تضم مباني أثرية قديمة أنشئت في القرن التاسع ميلادي، إذ تتخذ هذه المباني تصميما معماريا يتميز بطابع عمارة الأغالب الساحلية، ويمكن الدخول إلى المدينة من المدخل الرئيسي الواقع في الجهة الشمالية الشرقية. فالمدينة محاطة بأسوار ضخمة تمتد على مسافة 2.25 كيلومتر وبارتفاع يصل إلى 8 أمتار، كما أن هذه الأسوار معززة بسلسلة من الأبراج ذات الشكل المربع. شاطئ أبو جعفر رملي شعبي مطل على شاطئ وهو واجهة بحرية تتوزع فيه أكواخ وفنادق يضم عديد العائلات التونسية والسياح، وقد أطلق عليه اسم شاطئ أبو جعفر نسبة لرجل مسلم مقدس. الجامع الكبير، يقع الجامع في المدينة الأثرية في سوسة، ويعود تاريخ تشييده إلى عام 851 ميلادي، وهو مسجد ذو أبراج وأسوار تحتوي فتوحات عديدة. رجعت لكم باش نبداو في الغوسات نتاعنا. عندنا جاتو بالفاكهه، اما بطريقه انه يكون معناتها جاتو بورجوا، فما زوز انواع، فما اللي كل شيء يتخلط مع بعض والفاكهه كل تتخلط مع بعضها، وفما اللي بالطبقه بالطبقه، هذاك علاش ياخذوا اكثر وقت في الفور. احنا تو باش نبداو باول طبقه اللي هي اللوز، باش نحضروا زاده اللي من بعدها النوازيت، واخر واحده باش تكون البيستاش. لهنا عندنا حطينا الفرينه والسكر المحور، باش نحطوا اللوز نتاعنا 100 غرام، باش نخلطوهم
وعنا الزبدة. الزبدة نذوبها وعنا كعبتين عظم. كما قلت لكم المكونات كلها قد بعضها، جوست هاكا مرة نبدلوا بالنوازيت، مرة باللوز، مرة بالبيستاش. دونك نخلطوا مليح. القالب متاعنا يكون 20 سنتيمتر. دونك هذيا طبقة اللوز باش نحطوها هي أول وحدة، ومن بعد باش ندخلوها تطيب في الفور، يدوب تشد روحها شوية من الفوق باش نجمو نحطو بقية الطبقات. ما نخليوهاش حتى لين تطيب كومبليتمون باش ما يجيوش شايحين. ديجا احنا من بعد راهو باش نسقيوهم بالشحور. هذه أول طبقة، نزيدو نخلطو باش الفارينة تدخل مليح، نصبوها باش نعملوا الطبقة الثانية اللي هي نوازيت، والطبقة الثالثة كما قلت لكم عندنا البيستاش. دونك هذايا الطبقة الأولى نحاولوا نطرحوها، نوزعوها بالكدا على كامل الطبق. اللي يحبها عالية برشا بالطبيعة ينجم يصغر، يكون الطبق معناتها القياس نتاعو 18 مش 20. دونك هذايا باش ندخلوها للفور، تشد روحها شوية. لهنا باش نعملو تحضيرات طبقتين اللي مازالو عنا. لهنا حطينا لهنا الفارينة باش نكملو نوزنو، نحطو السكر المحور، وعنا لهنا النوازات. دونك حطينا لهنا نوازيت، ولهنا باش نحطو البيستاش. باش نحطو السكر المحور 50 غرام، كيف كيف للبيستاش باش نحطو 50 غرام. كيما قلت لكم كلهم قد بعضهم، انا ديجا وزنت الكونتيتي كامله، دونك اللي فضل لهنا الكل باش يقعد للبيستاش. وكيف كيف باش نذوبوا الزبده ونحطوا لهنا 50 غرام زبده، ولهنا 50 غرام زبده، كعبتين عظم لهنا، كعبتين عظم لهنا، وهكاكا تكون الخبزه نتاعنا بريسك حضرنا المكونات نتاعها الكل. يقعد كان انه كل طبقه تطيب نخرجوا للطبق نتاعنا نحطوا اللي من بعدها حتى لين يطيبوا لي تروا كوش. هذا بالنسبه لخبزه الفاكهه نتاعنا. باش ندخل توا للفور الطيب على 160 درجه. ديما احسن حاجه لكيك معناتها لي جاتو اون جينيرال كل شيء في هذوما يطيبوا في عقلهم، هكاكا يطيبوا من الداخل وياخذوا لون مزيان من برا. انا توا هذا باش نحطها في الفور، وانتم باش خليكم مع الفقره المواليه. مواصلين في المباشر نتاعنا فقرة الحرف مع أنيسة الروابع. بالخميس نلتقي مرة أخرى، مرحبا أهلا وسهلا. اسمحوا لي قولي شو عمل فيك 7 يوم في رمضان هكا؟ مازال في البدايات لاباسة؟ والله الحمد لله جوسكا سي سافا. أي بيه إن ساعات راك يسألوني يقولوا لي شو عمل فيك رمضان، نقول له خطيه رمضان بريء رمضان هكا اللي ماهوش مساس هكا بقهوة يعني كيما نقولوا محشش ولا حاجة، ما يقلقش ما فما حتى إشكال. لاباس الحقيقة احنا نحسوا كله خفيف، احنا نقولوا إنه 7 أيام الليلة خفيف. صحيح
صحيح. دونك من احلى ومن اجمل ومن اقرب الاشهر لقلوبنا، ان شاء الله كما قلت ربي قدرنا ونكملوه ويبلغنا ان شاء الله نهايته سالمين معافين. اليوم شنو باش نسمعوا؟ باهي احنا في مده قبل جوج جمعه قبل رمضان خدمنا السبحه، قلنا نحضروا كما نحضروا ونزينوا الطاوله والكل، واحد زاد كمام نشوفوا كتاب القران نتاعنا ونحاولوا انه واحد يزين روحه من داخل. وللناس برشا ناس ونحبوا نختموا القران ونحبوا نختموا 60 حزب، دونك ونبدا كل واحد بمصحفه، كل واحد يحب يكمل وين وصل باش ينجم يكمل ان شاء الله يختم. دونك هذه على اساس انه كل واحد يكون عنده المصحف نتاعو والمحمل نتاعو. فوالا انا اخترت المحمل الخشبي لكن هي تقنيه في حد ذاتها، ما كل مره نطرقوا لتقنيه جديده اللي نحاولوا نلتمسوا مش الساده المشاهدين باش انه ينجموا ياخذوها كمهنه نهار اخر ولا حاجه. اي حرفه. حرفه اي. هي النقش احنا على الورق نتاع الالومنيوم هذايا. الاوراق هذيا فما في الدوري فما في الارجون، احنا باش نخدموا على الفضي ماهوش الذهبي. دونك اول حاجه باش نعملوها انه ناخذوا المحمل نتاعنا كيما هكايا وناخذ البابي كالك ايناس مش كربونه. البابي كالك هو اللي انا باش نصور عليه الصوره كيما تشوف هكايا نتاع المحمل ونحاول اني نصور الديسان اللي انا باش نقشه. هذايا انا ايناس حضرتها خاطرها تشد شويه ربحنا اليد. شويه الوقت. هي كيما هكايا ايناس هذايا الرسم اللي يعني ديما نحاولوا احنا نبسطوا الحرفه للمشاهدين على بابي كالك. دونك نخدموا الرسمه هذايا اللي هما الشيما يعني ولا صوره كانها ارابيسك شويه يعني عربي نتاعنا العربي التقليدية. هو راهو في الاوراق هذوما فما الاوراق كيما هكايا بيض اللي احنا باش نعملوا نقشه خاصه بالمحمل كيما فما الاوراق امبريمي حاضرين ميهمش حلوين خاطر ديسان كاينك قصيت ولا سقط. صحيح. دونك للمبتدئين برشا اللي ما يحبوش يتعبوا ربما اما اللي يحب الفنيات يخدم بالطريقه هذه. يعطيك الصح. دونك خذينا الباترون تاعنا خذينا البابي هذايا راه ماهوش الالومنيوم اللي نستعملوه في الدار. الالومنيوم تلقاه في بايع المواد الاوليه المختصه. دونك اخشن شويه ايناس باهي. نحاول نحط منديل صغير تحت هذايا باش تقول لي علاش خاطر باش نخدموا احنا البومباج. البومباج ما يتخدمش على حاجه سوليد. باهي هنا انا باش نحاول نفيكسي رابيدمون هذايا نفيكسي يعني نثبتوا بالليبيوناز باش ما يتحركش باش نجم وقت اللي نبدا نخدم من غير ما انه نحرك السيبور نتاعي التصوير هاي هكايا هكايا الى حد الان شو تشوف فيها صافا قدمنا ديجا وسهل المرحله حتى سهل المرحله ماهيش صعيبه بالكل. باهي توا باش ناخذ ستيلو دو بريفيرونس ما يكتبش ستيلو اللي حاجتي به. علاش؟ هو اللي انا باش نمشي نرشم به كيما هكايا انا نبون قمر اللي انا منين بديت كيما هكايا ونتبع ايناس نتبع على المحيط ونتبع على الاشكال اللي احنا خدمناها الكل كل كل. اي اما شويه نظام لهنا باش نعرف انه ما خلفش حتى حتى سطر حتى نقشه هكا ولا اي تعرف روحك منين بديت ومنين كملت حتى تشوف التراس. يعني انت البابي الومنيوم كان ماهوش مرسوم باش يولي مرسوم ومنقوش. الطريقه هذه كما قلنا نجموا نبداوها بالستيلو نخدموها كما انه فما ادوات خاصه للنقش على الفضيات الاوراق هذه فما ادوات موجوده يعني البروفيسيونيل تسمع راه لازم تخدم بالكدا انت ديما تخدم بالكدا اليوم بالذات يلزمك فينيسيون على العقل قل لي علاش ان شاء الله علاش اليوم في ضيافتنا سي محمد كرمة فني في فن النقش على النحاس هذيك النقش بالابره من 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 اقدم ومن اشهر النحاسه في نابل بحذينا اليوم في ضيافتنا بعد شوي ان شاء الله باش نروحوا يعني. بحذينا دونك اليوم يلزمنا بالملي بالمال خدمة بالطبيعة بالطبيعة لا محالة احنا هذايا ديما اكزرسيس سامبل فاسيل على خاطر النقش على النحاس راهو بالمطرقة وبالاباري أصعب أي أصعب هذيك تستحق شوية فرص. هذايا شوية صعبال كهو هاني هنا بريسك خاطر النورات نجم نكملهم وحدي مانيش باش ديجا أنا صورتهم باش نزيد نصورهم دونك باهي هكايا توا نحي لي بوناز باش نلقى الصوره الداير سير اللي انا عملته خليت كان شي نوارات كيما هكا بطريقه هذيا
دونك سيدي جارينا به احنا هذيا راهي احنا نقولوا يعني اي اي لكن هذه الرسمه اللي قلنا المبدئيه الاولى راهي باش نكمل موقع علاش قلت لك عندنا الادوات هذيا فما الادوات اللي بالراس الحديدي الصغيرين فما انت والروس فما الكبير متوسط صغير كل واحده لشنو نستحقوها هذوما اللي نستحقوها في كل التراساج انا مشيتو نحاول نقعرو كيما هكايا نعاود نعدي عليه والسباس اللي بيناتهم الزوز هي اللي نخدمها هكا نخدمها هكا بالتقعير اي ناس باش تولي بومبي في اللوتر بارتي على هذيك احنا حطينا تحت منا يا اما منديل باش نراو لي ريليف معناها من بعد باش نراو لي ريليف اي دونك الاسباس ما بين الزوز استرا اللي خدمتهم على الجناب علاش خليت انا نوارات نوارات ساهلين ماهمش صعاب هذا الكل يمشي بومباج وبومباج يجي بالادوات هذوما الادوات هذوما كما قلت لك متوفرين زاد كيف كيف يعني الماتريال ما عندناش نقص والحمد لله في بلادنا متوفر المواد الاوليه للحرفه هذيا اللي احنا نحبوها برشا الحرفه هذيا به دونك انا نجم نخليك في المرحله هذيا ولا تفضل الرجال. انا باش نكملها جوستومون تخليني يعني لو طون اللي انا نكملها ممتاز دونك نخليك تتفنن لانه بالحق على قد ما نركزوا في المرحله هذيا يظهر لي قد ما نلقاو جماليه يعطيك الصحه في المرحله اللي بعدها يعطيك الصحه ان شاء الله يعيشك انيسه يلا خليك نمشيو شويه مقتطفات من عرض الزياره بعد مباشره تكون بحثنا في البلاتو الرئيسي الدكتوره مهاب معلم حشيشه نحكيو اليوم بصفه خاصه على المسنين وصوم شهر رمضان بعد شوي تونس في رمضان تونس اللي يحلى فيها رمضان ولمة سيدي رمضان بالكبير اللي عنا في العائلة واللي كل عائلة تبدأ فيها حركة خاصة سبيسيال برشا ولمة مزيانة برشا وقت يكونوا كبارتنا في صحة وفي عافية سعيدة هوني باش تكون معايا دكتورة مهاب المعلم حشيشة مرحبا بك وإن شاء الله كل عام وانت حية بخير وإن شاء الله رمضانك مبروك عليك وعلى العائلة الكل عايشك يا ناس منورة منورة برمضان وإن شاء الله رمضان مبروك على الناس الكل إن شاء الله تصوموا بالصحة يعيشك إن شاء الله يا ربي هذا اللي نتمناوه إنه يكون رمضان صحة ورمضان عافية وسلامة اليوم معك باش ناخذوا الفولي اللي تشتغل عليه برشا دكتورة نحكيوا على المسنين اللي من المفروض ساعة قلنا من البدايات وفي تحضير البرنامج هذا قلنا راهو كان ولا بد انهم يمشيوا مع طبيبهم المباشر يطمنوا على حالتهم قبل دخول شهر رمضان ديما هذا نقولوه ناس وديما نفكروا فيه وشوية المسن معناتها سي اون اوبليغاسيون حاجه اجباريه ماذا بينا قبل رمضان يتصل بالطبيب المباشر نتاعو ويثبت يندرى بدنه ينجم يصوم ولا لا واذا كان ينجم يصوم شنو من النصائح اللي باش ياخذهم الطبيب المباشر نتاعو خاطر ايناس احنا باللي ننصحوا هكا تبارك الله وما شاء الله عليكم يعطيكم الصحه معناتها الاعلام اما راهو فما حاجات شخصيه تخص المريض هذاك بالذات اللي ما يعرفها كان الطبيب المباشر فما حاجات كاباركا كاباركا اكزاكتومون اكزاكتومون احنا تو باش ننصحوا في العموم اما فما حاجات تشد ورقه وستيلو مع الطبيب المباشر نتاعك باش تعرف اوقات المراقبه نتاعك باش تعرف الدواء نتاعك اللي كان في الصباح وقتاش باش تاخذه بالضبط اللي كان العشيه وقتاش باش تاخذه هندرا هذا الكل معناتها يلزموا عياده طبيه تكون تتبرمج قبل شهر رمضان وديما نقولوا ايناس مادام دخلنا تو في شهر رمضان اني جامي تخو تاغ حتى كان ما عملهاش المسن توا عندنا اسبوع عندنا اسبوع حتى كان ما عملهاش ما يسالش نتفقدوا توا نمشيو نتصلوا نمشيو سبيسيالمون نكلموا الطبيب نتاعنا ونقولوا له احنا جيناك باش نثبتوا يندرى بدلنا قادر والا لا باش يصيم شهر رمضان ونجمش نواصل في الصيام حاجه مهمه برشا. احنا عندنا اسئله الحقيقه طرحت واحنا كنا اعلنا على الموضوع في بدايه الاسبوع برشا يقولوا لنا راهو والديهم ولا كبير عندهم في العائله منعوا دكتور من الصوم ورغم ذلك تعرف انت المسنين يشدوا صحيح ويقول لك لا نصوم ما عادش تجادله ما عادش تحكي معاه شو نقولوا له من النوعيه هذه الشريحه هذه بالذات الشريحه هذه بالذات انا نقول حتى على القليله كي انت شديت بصحيح وباش تصوم رغم انه طبيبك المباشر قال لك لا ما تخبيش على طبيبك المباشر تمشي له وتكلمه وتقول له راني باش نصوم هي تعطيني كيفاش انا اخف الاضرار كيفاش نجم نكمل شهر رمضان على القليله احنا معناتها بالطبيعه عندنا حالات معينه نقولوا فيها الصيام ممنوع اما اذا الانسان المسن يشد صحيح رغم اللي راهو نحاولوا معناتها
الواجب نتاعنا ايناس انه باش نفسروا باش نوعيوا الناس باش نقولوا لهم المرض نتاعهم شنو اللي هو شنو دكتوره هيك احنا نخصصوا شويه زيدا لعل نذكر زيدا لعل الذكرى تنفع المؤمنين شكون هم المسنين اللي تمنعوهم منعا باتا من صوم شهر رمضان انت صح ايناس خاطر السؤال هذا مهم برشا علاش خاطر المسنين برشا مجموعه كبيره ديما نقولوا معناتها شكاره كبيره فيها برشا 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 انواع فما مسنين ما شاء الله تراهم تقول صغار ما عندهم حتى شيء ما عندهمش امراض مزمنه معناتها وفما عباد اللي تلقاهم بالحق تعبين شويه به بالنسبه للمسنين عندنا بالطبيعه حاجه في بالي بديهيه العباد اللي عندهم امراض نفسيه والا امراض عصبيه مسنين هذوك ما يلزمهمش يصوموا حاجه معناتها مفروض منها هذوما على راس القائمه بالطبيعة على رأس القائمة تنجمش أنت تطلب من إنسان عنده مرض الألزايمر ولا مرض الخرف وتقول له إجا صوم برشا يقولوا لنا راهو شد صحيح ويحب يصوم يسالش يقول له أك صايم هو بعد ثلاثة أربع ساعات باش يقول لك راني جعت وعطيني ناكل دونك من المفروض أنه إنسان ما عندوش قدرة إدراكية ما ينجمش يصوم خاطر الصيام هو شعار ديني باش تقوم به تدين لازم تكون مدرك لشنو قاعد تعمل فهمت باش تنجم تقوم بالصيام نتاعك وتشق فترك وتعمل الصلاة نتاعك إتسيتيرا دونك حاجة مهمة إذا كان أنت ما عندكش القدره نتاع الادراك شنو قاعد تعمل ما عنده حتى معنى دونك بالنسبه ما عندوش يعني عنده عذر شرعي معاه هنا بالطبيعه عذر شرعي وطبي شرعا لا يجوز بالطبيعه معناتها نقولوا احنا انسان فاقد عقله خليني نقولها بين ظفرين خاطر احنا ما نحبوهاش برشا وتطلب منه انه يصوم حاجه مش معقوله دونك هذوما العباد اللي عندهم امراض نفسيه ما ينجموش يصوموا كيف فما بعض الامراض العصبيه كما مرض الصرع ولا مرض الديمونس حتى في البدايه نتاعهم هذوما ناس ما نسمحوا لهمش باش يصوموا فما كيف عامل السن ايناس كي يبدا ما شاء الله انسان مسن وفات 90 سنه كيف حتى ولو ما ندخلوش في الامراض توا راهو من المفروض هذاك ما يصومش على خاطر صحته خليني نقول لك معناتها هشه برشا اي حاجه تنجم تعكر له الصحه نتاعو ويكون لابس عليه يولي ينجم يتاثر خاصه عدد الساعات 16 ساعه تقريبا يعني صوم برشا على مسن في 90 سنه بالضبط هو احنا باش نقرروا شكون ما يصومش ما يصومش كما قلت لك بكري ايناس بوبولاسيون تري هيتيروجين برشا عوامل ناخذهم بعين الاعتبار بما فيهم الحراره نتاع الطقس ساعات الصيام اسكو المريض عايش وحده المسن عايش وحده والا عايش مع عائله اكومبانيومون معناتها اذا كان وحده راهو لا كيف دونك هنا علاش لانه تحسبا لاي طارئ هكا بالطبيعه على خاطر معناها نساله على العائله معاه والا لا فما شكون معاه اول حاجه على خاطر فما مراقبه طبيه وفما مراقبه معناتها لصيقه خليني نقول فما نوع زاده نتاع اغذيه يلزم ياكلها المسن يلزم شكون مشي حضر هيلو فما كيف وجبه السحور اللي هي هذه من بين النصائح انا وانا اوبيتي شويه اذا كان انسان مسن باش يصوم راهو اوبليغاتوار وجبه السحور حاجه اجباريه اذا كان انت عندك شكون يقيمك ولا يحضر لك وجبه السحور ولا عايش وحدك راهو صعيب ياسر باش تكون كمسن تنجم تصوم شهر رمضان دونك عندنا زوز لحد توا زوز قلنا الامراض النفسيه اللي عندهم الامراض المزمنه يصوموا والا نرجعوا لكل كل حاله معناها تدرس على بمفردها نجم نقولوا باجماليا ايناس اللي عنده برشا امراض مزمنه وخصوصا امراض مزمنه قديمه اللي هي عطات تعكرات في البدن نتاع المسن كما مثلا مرض السكري عمل قصور كلوي والا عمل قصور في القلب والا عمل مشاكل عصبيه لينوغوباتي ديابيتيك اكسيتيرا دونك العبيد اللي عندهم امراض مزمنه اللي هي عندها برشا وسنوات في البدن نتاعهم مع تعكرات ما ينجموش يصوموا والعباد كيف اللي عندهم امراض مزمنه حتى تكون معناتها ريسونت جديده عندها عامين ثلاثه اما هي غير متوازنه انسان عنده مثلا ارتفاع ضغط الدم وهو الدم نتاعو في العشرين ما ينجمش يصوم يلزم اوبليغاتوارمون نعدلوه باش ينجم يصوم والا انسان مسن وعنده فقر دم كبير مثلا ما ينجموش نسمحوا له باش يصوم يلزم اوبليغاتوارمون يعبي الغزيرف نتاعو نتاع الحديد نتاع الفير باش نجموا نسمحوا في فتره ولازم انتظام الادويه زايده هذه هو ايناس انا اللي حاجه باش نقولها من الكاتيجوري اللي ما ينجموش يصوموا العباد اللي عندهم ادويه حياتيه ضروريه باش نجم يعيش باش نجم يقوم ويتنفس وياكل ويشرب اللي هي فيها اكثر من جرعتين ثلاثه جرعات ثلاثه اوقات اذا كان انسان مسن عنده ادويه حياتيه نتاع قلب ولا نتاع مرض ارتفاع ضغط الدم ولا نتاع السكري اللي مثلا ناخذ الانسولين عبد عنده ديابيت اللي سوز انسولين انسان مسن اوبليغاتوارمون ياخذ ثلاثه جرعات يلزم
نجمو ياخذ صباحا وفي في نص النهار وياخذ في الليل. واحنا نلقاو نسالوا دكتوره حتى على وسائل التواصل الاجتماعي يقول لك كيفاش نجم نعدل الاوقات، يعني ريت في مخهم ديما لابد انهم يصوموا، كيفاش ينجموا في مخهم هما ديكالاج، معناتها ياخذوا الادويه هذوكم اللي كانوا في النهار ويعملوا لهم هكا ترانسلاسيون ويزوموا في الليل. او لا على خاطر فما برشا حاجات فيزيولوجيه في بدننا اللي تخرج هرمونات في الليل، فما حاجات فما ادويه ما نجموش نكونوا الصباح ناخذوهم الوليد وناخذوهم في شقه الفطر، لازمنا ناخذوهم في السحور، هذه الكل الطبيب المباشر يعرفوا. ساعات ايناس نوصلوا نغيروا الادويه ونعطيو ادويه خصوصيه في رمضان، هذاك علاش مهمه العياده بكري اللي حكينا فيها. علاش لازم صراحه لهنا مره اخرى نرجع قلت لازم حتى كان يشد صحيح رغم منع طبيبه انه يصوم انه صراحه طبيبه، يعني مساله الثقه مهمه هنا حتى في تحوير الدواء مثلا. هي الثقه ايناس ما بين المريض والطبيب في الحالات الكل راهي مهمه برشا، ساعات نقول لهم راهي مش حصيله مع طبيبك، معناتها الطب والعياده الطبيه معناتها مبني على حاجه اسمها الانتروغاتوار، يعني نحكي انا مع المريض نعرف شنو هو الاحساس نتاعو شنو هو القلق اللي عنده، بعد فما الكشف السريري وبعد فما سكون ابيل ليزكسبلوراسيون، دونك البارتي هذيك اللي هي الانتروغاتوار اني باش نسالك شنو عندك شنو تحس شنو عملت راهي مهمه برشا في العلاج وفي الدواء. دونك ما ينجمش انسان مسن قرر باش يصوم حتى كان طبيبه منع عليه يخبي عليه، ضروره يلزم يقول له. طيب دونك هذوما الموانع او الممنوعين طبيا، المسنين اللي عندهم امراض ولكن طبيبهم يقول لهم صوموا ولكن صوموا بحذر، شكونهم صح؟ وشنو معناها صوم بحذر؟ شو معناها؟ به قلنا احنا توا البوبيلاسيون تاع السوجي اجي برشا انواع، العباد اللي كبار شويه في العمر اللي فوق ال 65 سنه اما عندهم صحه جيده والا عندهم مرض مزمن واحد اللي هو معتدل مازال كيبدا ما عندهمش دي كومبليكاسيون، العباد هذوما عندهم حركيه نتاعهم عاديه، ناس ماهومش ديبوندون دي زوتر في الماكله في الشرب في التغذيه نتاعهم في اي حاجه، دونك العباد اللي سون انديبوندون توتالمون راهم ينجموا يصوموا، هذوما العباد المسنين اللي عندهم ينجم يكون عنده مرض ارتفاع ضغط الدم ياخذ في حربوشه ولا اقصى تقدير زوز والا غلظه الدم مع مرض السكري حربوشه منا حربوشه منا راهو ينجم حربوشتين. كيفاش الاوقات نتاعهم في العاده في المغرب؟ في المغرب في السحور أي. عادة هكاك يولي عندنا الديكالاج اللازم التباعد هو راهو ديما ماهوش 12 ساعة، خاطر إذا باش نقولوا جرعتين لازم بالضبط 12 ساعة، إذا كان نحسبوا الصيام السبعة والسحور الأربعة ونص ديما أقل من 12 ساعة، هذا كله علاش الطبيب المباشر باش يحسبوا باش يعرف أن درا الوقت هذاك اللي مش باش يكون 12 ساعة باش يكون ما بين 9 و10 ساعات، اسكو كافي على خاطر الدواء ينيس ماك تعرف فما سكون أبيل احنا دومي في معناتها فما كمية نتاع ساعات باش يكون في البدن نتاعنا بعد باش يتصفى ويخرج من البدن هذاك، دونك هذاك علاش احنا نقرروا الجرعات هذوك مش من راسنا مش اعتباطا فما ادويه بعد 8 ساعات ما عادش تلقاها في البدن نتاعنا، هذاك علاش لازم ثلاثه جرعات، فما ادويه بعد 12 ساعه تتصفى تخرج في البوله والا بالكليبي والا دونك ما عادش نلقاوها، هذاك علاش ناخذ جرعتين، وفما ادويه اللي المده الزمنيه نتاعهم والمده اكسيون نتاعهم يقعد قرابة 24 ساعة، هذوكم نسمحوا لهم باش ياخذوا جرعة واحدة، دونك قلنا العباد هذوما المسنين اللي عندهم مرض مزمن واحد معتدل راهو ينجم يصيم، أما ديما بحذر وديما بمراقبة طبية، وفما بعض التحاليل إنيس اللي هي ضرورية وفحوصات حتى كان ما عملتهاش قبل رمضان لازم تعملها مازلنا بالطبيعة بالطبيعة. هذا الأهم إنه مازال ما فاتهم شيء، إذا كان ونجموا راهو صاموا سبع أيام حسوا فما مضاعفات حسوا حاجة مش ماشية في بدنهم يمشيوا طبيبهم المباشر. اجمالا دكتوره شنو النصائح اللي نعطيوها للمسنين في شهر الفضيل هذايا على مستوى التغذيه نتاعهم، شرب الماء، الحركه، دونك نصائح انتم تحرصوا انها تكون موجوده اذا كان يقروا ويتمسكوا بالصوم. هو النصائح الواش احنا نعطيوها للمسنين باش نتجنبوا المضاعفات نتاع الصيام. خليني كان تسمح ينيس جوست نقول شنو هي المضاعفات اللي تنجم تحدث للمسنين باش هكاك نفهموا النصائح. دونك انسان صايم وما يشربش الماء مده زمنيه كبيره خصوصا عند المسنين اللي نعرفوا اللي هما حاسه العطش نتاعهم تنقص برشا حتى حاسه الجوع ايناس، دونك الناس ساعات يقول لك ما نعطشوش في سير الايام واحنا ديما نقولوا المسن نعطيه احنا يشرب حتى كان ما طلبش على خاطر هو ما يحسش بالعطش، دونك الكميه نتاع المياه اللي بدنه حاجته بها لازم ياخذها ضروره في الفتره نتاع الافطار هذيك، دونك الصيام ينجم يعرض المسنين للجفاف ديزيدغاتاسيون اللي هي حاجه خليني نقول لك ان سندروم جيغاتريك مرض عند المسنين
صعيب برشا وينجم يكون مخطر على خاطر يعطينا دي بيرتورباسيون تفرعيز في الاملاح وتفرعيز هذاك في الاملاح ينجم يوصل حتى الغيبوبه وينجم يوصل حتى للموت لا قدر الله. دونك ينجم يكون عنده تبعات وخيمه لا قدر الله. اكزاكتومون دونك هذه من الحكايه هذه باش يتفاداو هذه المسنين اللي باش يصوموا هذوما جوستومون باش نتفاداو الشيح نتاع الماء بالنسبه للمسنين. عندنا الكميه نتاع شرب المياه في الفتره المسموح بها يلزمها تكون ما بين اترا ونص زوز اتروات ماء وفما زاد بعض الادويه ايناس اللي هي تخلينا كميه المياه والسوائل تخرج من بدننا برشا اللي نسميهم احنا لي ديوريتيك عاده نعطيهم في القصور القلبي في الانسفيزونس كاردياك والا نجموا نعطيهم في ارتفاع مرض ضغط الدم. هذوما جوستومون مع الطبيب المباشر يندرى ينجم شي ينقص لنا فيهم في رمضان والا ينحيهم تماما ونرجعوا له بعد رمضان باش ما نطيحوش في الديزيدغاتاسيون عند المسنين في الشياح نتاع المياه عند المسنين. هذه الحاجه الاولى اللي هي نقطه مهمه برشا حق الماء. بالنسبه للتغذيه وتعرف اللي المسنين ما ياكلوش برشا زيده والشهيه مقطوعه ماهيش معناها محلوله في سير الايام وفي رمضان اكثر واكثر. شنو التغذيه اللي ننصحوا بها وخاصه في الوجبه الاساسيه انت اللي هي توا جيتني ايناس للمرض الفيني المهم اللي احنا كاطباء شيخوخه نخافوا منه عند العباد المسنين اللي هو لا دينوتريسيون اي لا مال نوتريسيون سوء التغذيه ونقص التغذيه. نعرفوا الانسان المسن راهو ما عندوش دي ريزيرف ايناس ما عندوش منين يجبد كان ما كلاش ما عندوش جسمه ما يسمحلوش باش يجبد يعطيه لي ريزيرف باش ينجم يستحمل ويقوم بالوظائف الجسم كلها خصوصا وظائف الجسم خليني نقول لك الحياتيه كما الدماغ والقلب والرئتين اتسيتيرا. دونك هذه نخافوا منه برشا. الانسان المسن يفقد زاد الماس مسكولير نتاعو يفقد الحم نتاعو دونك عنده معناتها كونتيتي معينه نتاع بروتيين نتاع تغذيه يلزمها تكون موجوده اساسا في التغذيه نتاعو. يعني في شقار الفطر مثلا الانسان المسن ماذا بينا هيك شحفه الشوربه تعطينا كميه نتاع مياه تعطينا زاد الياف كي فيها خضروات بالطبيعه فيها شويه فول شويه جلبان بالطبيعه هذاك كان... البرودو نتصور البرودو اللي هو برشا خضروات على اساس الخضروات بالطبيعه. إذا كان المسن نتاعنا عنده أمراض قلب وأمراض ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بالطبيعة نبتعدوا ديما على الدهنيات نتجنبوها معناتها نجموا نعملوا السوب نتاعنا هذه الشربة كما قلت أنت ايناس برودو ما غير ما نعرفش أنا الحم علوش اللي هو يطلع لنا نسبة الكوليسترول في الدم وإلا نخيروا اللحوم البيضاء مثلا وإلا الأسماك اللي هي ما تقلقش. السلطة حاجة أوبليغاتوار على خاطر فما زاد في رمضان الريسك نتاع القبض عند العباد الكبار هما بطبيعتهم خاطر ناقصين الحركه دونك ايل سوفر دو كونستيباسيون دونك امراض الجهاز الهضمي هذوما الجهاز الهضمي دونك عندهم افكتيفمون عندهم لا كونستيباسيون والكونستيباسيون هذه راهي تنجم تكون تري غراف الناس عند المسنين تنجم توصل تعمل سكون ابيل احنا انفيكالوم يعني كومبليتمون سامحني معناتها كومبليتمون لو سيستيم ديجستيف لانتستان من اللوطه يسوغا بوشي يطين كومبليتمون وهذا احنا ديما نقولوا الانسان المسن اللي ما قامش بالاحتياجات نتاعو فوق ثلاث ايام نتفقدوه. المضاعفات اللي نخافوا منها هكا ولا دكتورة هذوما من الحاجات اللي خوفوا واللي تبعاتهم ربما حتى باش نحاول انه يشفيوا منهم يحب لهم تاخذ شويه وقت مع الجلد نتاعهم مع لحمتهم طريه ومترهله دونك هذوما من المشاكل اللي فما مرض السكري عند المسنين ايناس مهم برشا دونك يلزمنا ماذا بينا ما ناكلوش الحاجات الحلوه برشا اللي فيها سكريات سريعه الامتصاص نبعدوا عليها برشا خاطر باش تطلع لنا بصفه سريعه نسبه السكر وبعد تطيحها دونك تعمل سكون ابيل ديزيبوغليسيمي. دونك العباد المسنين الكبار ماذا بهم كيف كيف يقيسوا نسبة السكر في الدم حسب النوع نتاع المرض نتاعهم فما نعرفوا مرض السكري صنف واحد وصنف اثنين عادة عند المسنين باش نلقاو صنف اثنين مش صنف واحد دونك هذوما ماذا بينا مع نص نهار يقيسوا نسبة السكر نتاعهم ما ساعتين نتاع القائلة يعاودوا قبل شقان الفطر وبعد شقان الفطر دونك حاجة مهمة برشا. حاجة اللي حبيت نقولها زيدا إيناس أنه وجبة الإفطار شقان الفطر ماذا بينا الوجبة الرئيسية خاطر كما قلت أنت بكري المسن بالسيف ياكل وما ياكلش بالكدا وياكل كميات ناقصه ماذا بينا الوجبه الرئيسيه هذيك نحطوها بعد شقان الفطر يعني شق فطره ياخذ شوربه ولا برودو لايت ينجم ياخذ معاه كعبه حوت مشوي مثلا طرف سلطه والبلا برانسيبال اللي هو اكلاتنا التونسيه معناتها هذه الاطباق التونسيه حتى ماذا بينا نخليهم توفر فيهم المواصفات المثاليه اذا كان نتلهاو بالكبير نتاعنا وهنا تو عاود فهمتك مليح المرافقه ثم المرافقه فهمت علاش ثم المرافقه في كل شيء في ماكلته في راحته النفسيه في راحته الجسديه بالضبط. دونك انا نشكرك برشا دكتوره نعرف شويه نصيحه اخرى ايناس اللي لازمنا نقولوها يعني اذا كان المسن نتاعنا صام راهو اي قلق
يحس به غير اعتيادي، معناتها دوخه كبيره وجعه في الراس، حتى خطوتين ما عادش نجم يبدلهم، زلق طاح الله لا يقدر، صارت اي حاجه خاطر الشوت راهو في بارتي دي زيبوغليسيمي دي كومبليكاسيون، راهو يلزمو يفطر سريعا، يوقف الصوم، يوقف الصيام نتاعو ويتصل بالطبيب المباشر نتاعو، خاطر ينجم يكون فما تدخلات طبيه يلزمنا نقوموا بها، وباش يعرف روحه ينجم يكمل يصوم في صحه وعافيه شهر رمضان كامل والا ما ينجمش. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا نقولوا صومهم مقبول، وان شاء الله يا ربي بالحق يعني مسالمين معافين، وان شاء الله من غير مضاعفات، ومحليهم معناها كبارنا كي بداوا عاملين هكا اللمه معناها بالحق العائله اللي فيهاش صغير ولا كبير ما نتصورش معناها انه فيها لمه عاديه، احلى اللمات هي اللي فيها كبيرنا موجود بيناتنا. شكرا دكتوره، يعطيك صحه، ان شاء الله بقيه صوم رمضان ايام رمضان بخير وبعافيه، وان شاء الله نراوك مره اخرى من هوني قبل العيد ان شاء الله. يعيشك ان شاء الله. نشكرك برشا. معنا زميلتي حنان القاسمي مباشره، ناخذ زميلتي حنان مباشره معنا حنان القاسمي في نقطه خارجيه، تفضل حنان. شكرا، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من يلتقط صورتنا ويسمع صوتنا عبر القناه الوطنيه الاولى في نسمه رمضان. كالعاده تتواصل جولتنا مع الاسواق، في كل مره نقوم بجوله ونتفقدوا الاسعار شنو حوالها. اليوم اخترنا السوق البلدي بحي الخضره، والبدايه والانطلاقه ستكون على بركه الله مع البرتقال. الكيلو اليوم ب 4200، هاو قاعدين تشوفوا تبارك الله ما شاء الله برشا برتقال. البرتقال الحلو 4200، الفريز موجود قداش الكيلو الفريز؟ الكيلو رطل الفريز ب 3980 رطل، معناها نجم نقولوا 4000 يعني تقريبا يجي الكيلو ب 8000. التومسون كيلو تومسون اليوم ما شاء الله يشهي تومسون، نودوكم وما نشهيوكمش، تومسون 5160 الكيلو. الليمون حاضر اليوم موجود معنا في السوق، ارطل ب 4450، معناتها 8900 تقريبا الكيلو الليمون. الليم به الدقله موجوده ومتتوفره وتبارك الله خيرات ما شاء الله. الدقله الكيلو اليوم ب 10500 في السوق البلدي حي الخضره. هذه خذيتوها فكره تقريبا مع الغلال. هاو نشوفوا زيده الدقله زاده موجوده هوني ب 9980، انقص شعره انقص شويه. الفريز هوني ب 4000، احنا لاحظنا في الايامات الاولى وكان انتم اكيد ركزتوا معنا وانتم تشريوا اكيد في الفريز الايامات هذه اذا كان شريتوه، كان الكيلو ب 10000، توا الكيلو يعني ولا ب 8000، نقص نجم نقولوا زوز دينارات. نواصلوا جولتنا اليوم في السوق البلدي حي الخضرة كما قاعدين تراو. البصل اليوم ب 1950، اسفنارية ب 1400، اللي تشو الكعبة ب 1200، البطاطا الكيلو 1800، القرع الأحمر قديش الكيلو؟ القرع الاحمر ب 1500. اللي لاحظناه في السوق فما التسعيره مش كيما في سوق اللي تبعتونا نهار الاثنين في لفايات، ما فماش غياب للتسعيره وفما برشا حتى تغيير للاسعار. هذا اللي عايناه للامانه، يعني نوصلوا كيما احنا شفنا بكل صدق وبكل امانه اللي عايناه في سوق في المرشي نتاع لفايات، السوق البلدي لفايات. بنوصلوا احنا مع الاسعار هوني اليوم في حي الخضر كيف ما قلت، الجلبانه 4600، القرع الاخضر ب 3125، اسرار على 25. على السلامة. شنو فما هكا اقبال حركية مازلنا بتبيع في الايامات الاولى؟ الايامات الاولى فما حركية. الايامات الاولى برشا حركية وان شاء الله تواصل هكا الحركية، اما شنو شوية غلاء اسعار، غلاء في الاسعار. مش متوفرة. شنو مش متوفرة؟ في المثال مش متوفر برشا. كما البطاطا مش متوفره برشا، خاصة الفلفل مش متوفر، خاصة الفلفل اليوم مثال ما فماش فلفل احلو. بي توا فماش يوسع فلفل احلو زاد ما فماش. فماش اليوم. فماش فلفل احلو. مرشي كامل ما فيش ما فيهوش مرشي قرون ما فيهوش فلفل احلو. لازم الدولة توفر على الأقل شوي. شكرا ليك إن شاء الله. به نواصلوا مع الأسعار، القارص هاو قاعدين نتراو فيه ب 5000 الكيلو. الخيار ب 4600. البطاطا ب 1800، الطماطم ب 2500، الفلفل المسكي ب 4375 ملي،
مازلنا مواصلين جولتنا مع الاسعار الخضره الجيده اللي استعملوها برشا التوانسه خاصه في التصنيف وفي الطاوله اللي تيهاو نلقاو اللي تيب 15 100. به النواصر النواصر زيدا يستعملوها برشا نساء ويحضروها برشا نساء باش يبيعوها. عسلامة مدام. يجي جاب بحذيها نمشيو بحذيها احنا نمشيو بحذيها. عسلامة مدام. ما احليك ايا شنو حذرت هكا برشا نواصر باش تبيعها في رمضان ولا كيفاش؟ بلي انا نقضي ما نقضي اي نقضي انا اي عايشك توا تخير انك باكويت انا شريت ما تشريش ديري والله تعجبني ساعات كي نشريها ديري خير باكويت بي كل حد كيفاش يحب تبيع شيء طيبه نقولوا لك مدام بي يعطيك الصحه به نواصلوا احنا هاو نشوفوا في الملسوقه ديري برشا نسى يا شكرا ديري وسخونه ديري, ديري وسخونه بي قداش قداش التزينه دينار و500 ونشوى قداش نشوى ب 4000 كيبيعوا فيها ب 6000 وهذيك ديري هايك ريتها بالبرند وعندك الثوم وعندك الفلفل الاكحل فهمتني ديري ديري ماهوش نتاع ماكينات. شكرا ليك ربي يوفقك نواصلوا مع يعيشك نواصلوا مع الاسماك احنا باش نشوفوا الاسماك هوني في حي الخضره التريليا الكيلو ب 26 دينار الشفريت ب 24 دينار الكيلو السوبيا 19 دينار و 800 كيلو القرنيت ب 34 دينار هكا هكا والا لا هكا قال لي والنزلي قداش مش ما فما التسعيره قداش 12 دينار كيلو النزلي هاو فما زيد تاجر اخر في مع الاسماك خلينا نشوفوا برشا 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 يبداو يشتهيوا هكا الحوته وحوته مشويه في رمضان ومقليه صباح الخير عسلامه مش صباح الخير عسلامه توا فما هكا اقبال على الحوت الاسعار كيفاش شنو ما انواع الحوت اللي نلقاوها موجوده عاده في الوقت هذا كيفاش هو حوت الشربه الساعه نتاع السوق فهمتني وعندك الفرويد ماء مطلوبين برشا هذونا فهمتني موجودين بالطبيعه هذه السبارس فهمتني السبارس ب 8600 الكيلو هذه الكروفيت ب 36 دينار هذيك السوبيا ب 22 دينار فهمتني هذا 13600 هذا نزل لي 13600 هذا 13 دينار و800 وهذا قاروس 24 دينار 24 دينار وهذا قربسي فهمتني ب 24 دينار فهمتني وكل قدير وقدره فهمتني المفيد السنة خير من عام ناول لان المنتوج موجود فهمتني وكل واحد ومكتوب والبيجين مكتوب كما قلت انت فما وسع البال ولا الحقيقه احنا كي لاحظنا مع جولتنا في لي مارشي نشوفوا هكا شويه بنرفيز هكا وشويه هكا كيفاش تحاولوا مع الكليون كيفاش توسعوا بالكم ولا لا يلزم البشاشه ويلزم تقبلوا الكليون مهما كانت نوعيته خاطر يجيك الباهي يجيك الخايب يجيك النرفز يجيك فهمتني المضرب يجيك العاقل الشرع هو الكل شكرا شكرا ليك ربي معاك تقريبا هذه هي الاجواء في سوق حي الخضرة واكيد هذه هي زيد الاجواء متواصله في برشا دي مارشي في تونس احنا في كل مره ان شاء الله باش نقوموا من خلال جولتنا وزيارتنا في تونس في رمضان وانتم بتبيعه تقارنوا بين الاسعار بالنسبه للي مارشي اللي بحذيكم وبين احنا للمارشي اللي تنقلنا له وتحولنا له توا الان باش يكون الموعد مع بقيه فقرات اخرى في تونس في رمضان. شكرا لك حنان طبعا من خلال النقطه هذه نحاول في كل مره نمشيو المرشي سوق من الاسواق باش تعملوا المقارنه او حدكم وديما نقول وانه المقارنه في الاسعار تخلي وانه كل مستهلك يمشي للسوق اللي يتماشى مع مقدرته الشرائيه. هوني ما شاء الله عليك انيسه حضرنا في وقت وجيز في وقت صغير دونك خليونا الساده المشاهدين انه نقشوا على الاوراق هذه الفضيه. اي. باهي ليتاب من بعد كملنا النقشه وخرجنا البومباج كيما اللي حكينا نجيو في القفاء نتاعهم كيما هكا ونعديو شويه الكول الكول نتاع الاحذيه كيما هكا ما نخليوهش مش هو يعني فري كيما احنا رينا كل المراحل انيسه مشكوره المخرجه معنا اليوم امال علوان نحييها وراتنا المراحل الكل. باش ما ضيعنا حتى مرحله صح خاطر الكول يلزم يشيح نتاع نص ساعه باش نجم كيما هكايا ونلصق الورق نتاعي هذايا اي يلزم يلصق مليح مليح في البلاصه الصحيحه وهنا الفنيات على خاطر ساعات ناخذوا حاجه بالطريقه هذه بعد تعمل لنا تبوت نقولوا احنا ما لصقتش مليح مشكل في التلصيق
المشكل في التلصيق اكزاكتومون خاطر الكول نتاع الاحذيه كما تعرف كول قوي برشا مش ريحته برك حتى التكستور نتاعو دونك نحاول هنا الاماكن الكل ننزل عليها كما تشوف ما نخليوش هواء ما يلزمش يكون هواء والجناب كيف كيف نضغطوا على الجناب به ليتاب اللي بعد هي باللونكور دو شين دونك باللونكور دو شين ناخذوا شويه مش برشا ونعديو عليها بالبانسو كما هكايا دونك هنا باش نعطيو شويه كانه قديم شويه ياك صح باش يظهر اللي هو الورق الالمنيوم كانه فضي بالضبط والحاجه الباهيه اللي فيه اللي مختلفه على الاوراق نتاع الفضه برغم اوراق الفضه دو فالور وغاليه بالكدا بالكدا الفضه ماك تعرف تكحالب طول المده الورق الورق هذايا ما يكحالش يقعد ديما البلاتين هذايا هو بيدو دونك كما تشوف ايناس بالطريقة هذه نستناوها بطبيعة شوية شوية تشيح وأنه نعدي عليها كيما هكا نحاول نمسح مش بالضغط راهو نمسح ال نقولوا احنا لونكور دو شين يدخل في الليكريت يعني البلايص المحفرة محفرة اي ويبقى الآخر يبقى غامق شوية يعني كيما تشوف بالطريقة هذه ممتاز دونك هكا يولي في شكله النهائي محلاه هذا في شكله النهائي نعاودوا نركبوه ولا يلزمو يلصق بالكدا هو يلزمو يلصق بالكدا لخاطر هنا فما بلايص مازلت ما كملتش ضغطت عليهم دونك هذايا بالطريقه هذايا نحاولوا انه المحمل نتاعنا يكون جاهز باهي نلصق الكل في يدي من هنا اما بالطريقه هذه فهمنا بالطريقه هذه نرجعوا المحمل نتاعنا فكره وصلت يعطيك صحه انيسه نعرف اللي في شويه وقت وضغط الوقت ولكن الفكره انه مصاحفكم كل واحد بعد ما يكمل يقرا ما تيسر من القران الكريم يرجع يحط الكتاب نتاعو في المحمل المزيانه هذه اللي نجموا يتهداوه زيده وحاجه من صنع يدينا نشكرك برشا انيسه ان شاء الله السوق مقبول وان شاء الله مزيد المغفره بالثواب ان شاء الله يتقبل علينا الناس الكل شكرا لك يلا نمشيو المقطع صغير من النغم هذية بعده مواصلين نحكيو على مد تضامني من نوع خاص مع ضيفتي محليهم هالانغام هذوما بالحق عنا ريبرتوار مزين برشا في الاغاني النوعيه هذيا اللي نسمعوهم على امتداد السنه ولكن يحلو الاستماع لهم في الشهر الفضيل. التحق بنا سي مراد نحب نحييه تحيه خاصه سي مراد كرمه فني في فن النقش على النحاس جينا من نابل من اشهر النحاسين والنحاس الاوحد يقولوا لي هكا ولا قل لي النحاس الاوحد في نابل هكا ولا قديم طوابير فوق 40 سنه ما شاء الله ما شاء الله دونك هذه مهنه اللي توارثتها تعلمتها كيفاش تعلمتها مراد؟ والله بالحكم الوالده الله ربي يخليها انا فهمت هي اللي خلتني المشرب باش تعطيني تشجيع للخدمه فهمت خاطر مغروب بالنحاس اي الوالده كانت تنقش زادا؟ لا ما تنقش اما هي غرمتك حتى الباب فتحت لك الباب دونك وانت كيفاش يصير انك انت الوحيد في نابل على امتداد سنوات سي مراد؟ قالت البقلة اللي ما عادش حبوا الصغار يخدموا ما حبوش يتعلموا فهمت انا حبيتها حتى ثم تو في لابل ثم الوحيدين ثم زوز في لابل وحتى خويا واخو عليه مشرع مشرع باش كمان ينقش ممتاز رجعت لك انا باش نخليك تنقش باش نخليك تنقر نقرات خفيفه العصفور انا كي سالته قلت لك كيفاش نعملوا راهو صون واي حاجه هكا بسيطه في الصوت تعمل حس كبير يقلق سيد المشاهدين قال لي باش ننقر كي العصفور هكا قلت لي سي مراد ولا كي العصفور يلا واصل ميلا نقرك وفي الاثناء احنا باش نشوفوا دبارتنا للسحور وللسهريه مع الشيف تفضلوا إيناس احنا باش نكملوا جواجم لهنا انا بديت ديجا عملت تو باش نوري المشاهدين نتاعنا الطريقه ناخذوا الكاس نتاعنا اكيد الحجم نتاعو كل واحد وكيفاش يحب اللي يحب كبير اللي يحب صغير باش ناخذوا صوص اي نوع تحبوا عليه انا خديت صوص كراميل نصبوها كما قاعدين تشوفوا هكا من بعد باش نحطوا نحطوا من لوطه شويه من البسكوي اللي هروشناه ما عملتوش ارتب برشا باش نحطوا شويه من خليط نتاع فرويسيك وزبيب توا باش نحط شويه ياغورت نحطوا مره اخرى لهنا عندي نوازيت بخاليني
نحطوا مره اخرى من البسكوي كيف كيف، مره اخرى من الفاكهه والزبيب، وباش نكمل هكا حتى لين نتحصلوا على شكل كيما هذايا. هاكا كل واحد ينجم يزين الكوب نتاعو، نجمو نحضروا لي زانغريديون على الخامه نتاعنا في الكوجينه، كل واحد ياخذ كويس ويعملوا كيما يحب هو، يشتي اللي يحب يزيد الغله، اللي يحب يزيد في الفرويسيك، اللي يحب ينقص حاجه يبدل بحاجه، تنجموا تحطوا زاده حتى شوكولاته وحتى تزيدوا بسيسه للي يحب. اما ماذا بينا كي يبدا جويجه نقصوا البسيسه، اما اللي يحب كي حاجه كونسيستانت اكثر بطبيعه ينجم يزيدها. انا تو باش نكمل نزين الكوب هذايا كيما قاعدين تشوفوا لهنا، واكيد من بعد تشوفوا مع بعضنا نشوفوا مع بعضنا الشكل النهائي للجواجم نتاعنا، وكيف كيف للخبزه البرجواز اللي ديجا في الفور نخرجوها نشحروها، واكيد الشكل النهائي نشوفوه مع بعضنا شويه اخر. وتوا نخليكم مع ايناس. شكرا لك شيف. احنا هوني على الروائح اللي خارجه من الكوجينه من بحث الشيف صابرين، وعلى صوت النقرات نتاع سي مراد اللي حاضر معانا ومشكور تنقل من نابل. باش نستقبل ضيفتي بحذايا هوني باش نحكي في حاجه مزيانه برشا معاك مدام منيل بن سليمان، رئيسه جامعه التضامن الاجتماعي منوبه. سعيده انك تكون بحذينا. رمضانك مبروك قبل كل شيء، وكل عام وانت حيه بخير. رمضانكم مبروك وشكرا على الاستضافه. وانا بنت الدار عاده تولي ان شاء الله، ان شاء الله تكون الدار الكبيره لضيوفنا هوني، والا حتى للناس اللي تتفرج فينا في كل شبر داخل الجمهوريه التونسيه وخارجها. قل لي منال، اليوم جامعه التضامن الاجتماعي منوبه تخدم في خدمه ما نجمو كان نسموها الحقيقه، باعتبار وانه نحكيو على مد تضامني بمناسبه شهر الفضيل هذا. ايه احنا اون فيت قبل رمضان بديت الخدمه ديجا، بديت في القوائم تاع المنتفعين، على خاطر القائمه مش احنا اللي نحضروها كهو، معناتها هي تجينا بالمعتمديه معناتها بالاشتراك مع الشؤون الاجتماعيه ومع الوحدات المحليه للتضامن الاجتماعي زاده كيف كيف. والقائمه هذه فيها شكون معناها؟ الجهه منوبه واحوازها؟ منوبه شوية. منوبه كل منوبة. جهه كل جهه كل معتمديه عندها معناتها المنتفعين نتاعها هذيك هي. فما قائمه يجي المنتفعين اللي باش يجيوا للمائده خاطر عندنا موائد افطار، وفما للاعانات معناتها اللي يجيوا ياخذوهم اعانات غذائيه. وعلى فكره سنه معناتها اعانات غذائيه مشرفه برشا، حاجه تفرح معناتها بالحق، قاعدين نمدوا في الكليه اللي موطي يعني غير العبيد. يعني ممكن 4 مليون مثلا؟ اي عجبتني برشا، فيها كل شيء براتيكمون، فيها كل شيء، فيها الزيت، فيها الحليب، فيها المقرونه، الكسكسي، الطماطم، الاساسيات اللي السكر، الحاجات اللي فريمون كانت معناتها مفقوده. احنا نراو تصديقا لكلامك منيل، شويه اطباق يعني هذوما اطباق يعني احنا نقولوا نطيبوهم في ديارنا، نودوا بهم رواحنا وعائلتنا في الموائد. صحيح. هذوما موجودين في موائد الافطار في منوبه؟ هذوما موجودين في موائد الافطار واكثر، راهو فما برشا حاجات، انا فما برشا تصاورخين قلت نزيد ايامات اخرين ونزيد نهبط. والله حاولنا ندلوهم قد ما نقدروا، على خاطر بخيتو هذا رمضان شهر الخير وفرحانين بهم. انا وحده من الناس راني كل ليله توا حتى كشل توا مش عقيد فتري في دارنا، كل ليله معناتها وانا معاهم غاديكا حاسينهم. راهو لازمنا نبعدوا على كل فكره نتاع مائدة الافطار معناتها جوست عبد باش يجي ياخذ ماكله هكاكا وبرا ويمشي، بالعكس الناس تشتهي، الناس حتى نبداو نسالوا فيهم ساعات شنيا شاهي شنيا معناتها، حتى نبرمجوها ان شاء الله في ايام اخرين. تقريبا قديش عندكم عدد المنتفعين بموائد الافطار عدديا قديش؟ احنا توا عندنا 3 مواد افطار تابعه لجامعه منوبه للتضامن الاجتماعي بالطبيعه بالاشتراك مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. عندنا في دوار هيشر 220 منتفع، عنا في واد الليل 120، وواد الليل راهي ميدا قاره عنا نحنا فيها 75 منتفع على طول العام، هذاك يجوا يفطروا وتوازدناهم ابار زدنا القائمه معناتها لشهر رمضان، وعنا في تبربه 110. ممتاز. دونك هذايا في جانب منال، في جانب اخر فما الاعانات، اش نقصدوا بالاعانات هنا وشكون المنتفعين بهم؟ الاعانات كما كنت نحكي لك معناتها هي اذا اعانات وطنيه تجينا، سنه جانا 1800 كولي اليمونتيغ باش يتوزعوا يعني معناتها هذوما قفت رمضان. اي قفت رمضان معناتها كما كنت نحكي لك، فيها الزيت، فيها الحليب، فيها الطماطم، فيها المواد الاساسيه كل، فيها السكر، معناتها حاجه باهيه، قيمه الظرف الواحد 85 دينار. ممتاز. هذايا كمجهود وطني. لو عندنا مجهود اخر اللي هو لازمنا نثمنوه بصراحه، اللي هو المجهود الجهوي. قاعد معناتها يعاونوا فينا معناتها جهويا، حاجه معناتها باهيه برشا، وزيد عندنا ليزوم دافير في الجهه زاده كيف كيف قاعدين يعاونوا فينا ويعطيهم الصحه، معناتها محليه بالحق رمضان ومحليه المد التضامني. انا مستانسه راني كي بديت في الجامعه ولا حتى قبل معناتها كي نشط وحدي في المناسبات الاخرين ديما احنا نتوجهوا للعبيد، احنا
عاونونها وفما عوده مدرسيه وفما موجه برد. رمضان عنده نكهته وعنده بصراحه سر فيه. انا سعيده ناس تجي وحدها راهي تعاون. انا نسمع فيك سعيده علاش؟ لانه من المرات القلائل اللي يجوني وما يقولوليش ناقصين دعم، ناقصين ناس تثني الركبه معانا، ناقصين فلوس. اما فما دعم كبير معناتها ملتفين حول المشروع هذا اهالي المنطقه الكل يعني صحيح كل 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 سوى التضام سوى السلطات الجهويه سوى العبيد غاديك اللي يخدموا معناتها رجال الاعمال الناس الكل معناتها قاعدين بالحق مجهود كبير. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بالحق نحب نشكره ونوجه له تحيه خاصه علاش؟ خاطر كل مالغري معناتها يعطيونا اللي احنا اللي حشنا به واشاك فوا احنا نستحقوا وندقوا الباب ديما يزيدونا وديما ما يخليوناش. دونك احنا نعاود نذكر احنا في معناها بعد حصيله هذه نتاع 7 ايام من شهر الفضيل مبرمجين حاجات خصوصيه في العشريه الثانيه في العشريه الثالثه في ليله النصف في ليله 27 خلينا ناخذوا فكره شويه استباقيا هنا. ليله النصف ان شاء الله باش نطهروا صغيرات اولاد زاد اللي يجيو معناتها الموائد الافطار هذوكم هما اللي اختارناهم. سجلتوا القائمات سجلنا القائمات حذرناهم في معناتها في مساحه زاد كيف كيف خاصه باش يتمتعوا كانه معناتها في دار امور مريقله بلبست وكل شيء كل شيء من عندنا نحن ناخذوا ليتاي ناخذوا حتى الكولور. فما شكون يقولوا لنا راه نحبها احمر ما نحبهاش بيضه فهمت هذاك كل زاد ندلوا فيهم قاعدين لو ماكسيموم. وعندنا زاد ان شاء الله اون بروميير زاد سني بقدره ربي كنتش خليها سوربريز راني باش نقولها اللي نحن ان شاء الله اخر رمضان باش نعطيوهم زاد كيف كيف حلو العيد باش فرقوا عليهم حلو العيد الكل اللي هذا باش يروح بالحلو العيد نتاعو وان شاء الله كل عام واحنا حيين في خير وكهو. ان شاء الله قداش نفرحوا وقت اللي نحسوا انه كيما نحكيوا على جوانب سلبيه في تونس كيما نحكيوا على هالمبادرات المزيانه هذه على هالمد التضامني هذه على القيم النبيله هذه. حبينا نحييوا المردود نتاع الجامعه حبينا نشدوا على ايديكم بطبيعه لانه مازال عندنا نستنيوا منكم مزيد العمل من هوني للعيد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هي عايشك شكرا على الاستضافه. شكرا لك انت منال على تلبيه الدعوه بس. ونعرف اللي انت في الوقت هذايا راك تحرك. تحرك انا ديجا جيتك وانا من في وسط معناتها التوزيع اللي عانيت وكل ديريكت بدلت وجيت لهنا وكهو عايشك. مرحبا بك وشرفنا بالحضور وحبينا بطبيعه احنا على امل انه الخير يعدي واهل الخير ان شاء الله يحطوا اليد في اليد ان شاء الله منكم نلقاو برشا في كل جهات الجمهوريه التونسيه. يلا احنا نحبوه يتعدى شهر فضيل بدون مضاعفات صحيه هذيك علاش كانت الدكتوره بحثينا نحكيو على مد تضامري ونحكيو ايضا على شهر فضيل من غير تسجيل حوادث في الطرقات بعد الشهر. رجعنا في البلاتو نحكيو ديما على اهميه وانه يكون عندنا حس توعوي باش نجم نواجه العدد الكبير نتاع ضحايانا في الطرقات ونحكيو على هذايا خاصه بطبيعه مع شهر الفضيل واحنا نودع تقريبا باش نودع العطله نتاع الثلاثي الثاني. مرحبا بك سي الحبيب نورتنا بالحضور. يعيشك ان شاء الله رمضان وانت حي بخير ان شاء الله ديما محطينا في هالبلاتو هذا. يعيشك بارك الله فيك عز على الاستدعاء. اليوم نحب قبل ما نحكيو شويه في التحسيس في التوعيه كيفاش نجم ننقص من حوادث الطرقات برشا فواجع سمعنا بهم في الايامات في الاسبوع الاول خليني نقول من شهر الفضيل كل مره نسمعوا يعني في اتجاه من الاتجاهات حادث مرور يودي بحياه شخص والا يودي بهم للمستشفى. دونك تقريبا الحصيله ماهيش كبيره حسب ما كان معنا ممثل عن مرصد سلامه المرور ولكن مثيره للانتباه ايضا. عندما تقول تقريبا هذه الارقام رسميه من 2011 ل 2020 نحكي على 1400 ضحيه سنويا نحكي فهذا رقم ما يفرحش اظن اكيد وخاصه اذا نعرف اللي احنا التزمنا دوليا انه نخفضوا من العدد هذايا وتكون عندنا خطه عمل واضحه باش نوصلوا لما يسمى صفر ضحيه ولكن ان شاء الله نوصلوا له بحول الله. لكن هذا يتطلب عده
عدة أشياء. احنا كجمعية قاعدين نقوموا بالدور متاعنا، احنا توعوي اسمها الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، يعني ثم الجانب التوعوي اللي هو نخدموا عليه برشا، كذلك الجانب التحسيسي يا حبيب والجانب التثقيفي. عنا لو كان تشوف المحامل الرقمية اللي قاعدين نوزعوا فيها نحاولوا نثقفوا الناس، لأنه الكثير من الناس زاد أحيانا يتعامل مع موضوع المرور موضوع انه نجي تلقاك لوليت في البياج يعطي الورقه ويحطها ذم يعطيها له ويحطها ساعات من با يقراها هذاك ينقلها على جهه. اي لكن انت تعرف لو كان باش نعطيك مثال بركه القانون اش يقول والواقع اش موجود. ناخذ واحنا نحييكم ساعه لانه عندنا برشا لفتات قاعدين نراو فيهم توا على الشاشه نتاعنا فيما سميته انت التحسيس والتوعيه والتثقيف. قبل ما نجيو للنقطه اللي اتيت عليها سي الحبيب، لو تسمح، علاش في الشهر الفضيل هذايا نلقاو حوادث طرقات وخاصه في الوقت نتاع شقان الفطر، معناها هيك الوقت الوجيز هذاك قبل وبعد؟ هو هي معناها ظاهره ما نحبش نقول طبيعية أو الناس كل تقدر تفسرها، لأنه تعرف الوقت القصير اللي الناس كل تحب تقضي فيه شؤونها، فبالتالي تصبح السيارة والتليفون والكل يخدم مع بعضه في اللحظة هذيك، ومع التعب ومع أنه الناس الكل عندها الأولويات متاعها ما تنظرش للصورة كاملة، تنظر كان هو باش يوصل للغايه نتاعو ويروح في هذاك الوقت هذاك، فبالتالي ثم فوضى خليني نقول هذايا، والفوضى احيانا للاسف تظهر في ظواهر احنا من في عنف لفظي وعنف حتى مادي احيانا، وهذا ما نجموش ننكروه في الشهر هذا للاسف. دونك انتم تخدموا على جوانب مختلفه في علاقه بالموضوع. احنا 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 الحملات نتاعنا تقريبا معناها ليست فقط مناسبه المناسبه فقط، يعني ما نقعدش ننتظر في شهر رمضان ولا شهر او عيد الفطر او الاعياد، تقريبا نقوم بها على السنه كامله. اي اما فما برامج خصوصيه نتصور سي الحبيب، مثلا احنا توا باش نودع قلت عطله، وتعرف انت وقت نهايه العطله باش نلتحقوا بمراكز العمل باماكن الدراسه نتاعنا باش يكثر الضغط على الطريق هكا ولا؟ دونك نتصور فما برنامج خصوصي في الصدى بالطبيعه. هنا احنا كما قلت لك احنا دائما في المواعيد هذيك موجودين، يعني مثلا عيد الفطر والعوده المدرسيه عنا البرامج متاعنا والحملات متاعنا. لكن كذلك حبيت نعطيك حتى فكرة باش تعرف شنو موجود على الواقع. احنا نقوم هذاك الجانب التوعوي والتثقيفي والواحد. انا كنت في الجنوب مثلا وانت اكيد تعرف الطريق، تعرف اللي الاستراحة التعب والسياقة المسافة طويلة جدا اللي تحكي على الناس اللي تو باش ترجع لتونس اللي بعد العطلة هذه. تعرف في الاتجاهات الكل باش من لا خلينا نحكي نعرفوا اللي الضغط اكثر على تونس العاصمه، اما زاده فما ناس تتنقل باش تمشي تخدم في صفاقس، تتنقل باش تمشي ترجع للجنوب. اذا شنو الحل؟ الحل هو انه نعطيهم زاده اماكن نوعيهم انه السياره ما يقعدش يسوق ثلاثه واربعه خمسه ساعات على بعضه دون ان يتوقف وما ياخذش الراحه وباش ينجم يواصل، مش المهم وقتاش وصل السرعه. يحب يوصل في ثلاثة ساعات يعمل ريكور ويفتخر بذلك انه عمل المسافة هذيك في اقل من ساعات وهذا الكل عنده نتائج نتاعو بالطبيعة. دونك من بين الحاجات اللي تشتغلوا عليها، من بين المواضيع اللي تشتغلوا عليها مثلا في علاقة بعودة على الأسباب سي الحبيب، مثلا السرعة شنو هو الحل اللي لقيتوه في الإطار هذايا؟ مثلا المجاوزة الممنوعة، مثلا عدم احترام إشارات المرور، هنا تدخلكم كيفاش يكون؟ احنا التدخل نتاعنا ما قلت لك توعوي وتثقيفي لهنا، والتثقيفي من ناحيه يعني ثم برشا ناس ما يعرفوش القانون، راه احيانا يجهلوه القانون. انا حبيت نعطيك مثال بسيط جدا، يعني تعرف وهذا تنجم تشوفه في الطريق، دراجه ناريه فيها عائله كامله، وشكون فيها؟ فيها بيبي، فيها ولاد عمره 3 سنين، تعرف قانونا ممنوع قد يلزم يكون عمره 6 سنوات. يعني ثم ظواهر ما تنجمش تفسرها الا بالجانب التوعي، يا قد ما نقويه قد ما يكون مستوى الوعي لدى المواطن لدى مستعملي الطريق مرتفع، قد ما يكون الريسك نتاع الحادث اقل.
هذا من وبعد عاد نحكيوا على المرافق، تدخل الدوله وتدخل المرافق اللي يلزمها تكون، الطريق كيف يكون وشنو يلزمنا على هذا حتى في الطرقات. سلاح بيب يعني اليوم ساعة انت قلت فما ناس ما تعرفش القانون، هو لا يعذر الجاهل بجهله للقانون، وخاصه هو كي خذ البيرمي وعدى الكود سلاح بيب من المفروض معناها انه يعرف. دونك انتم رغم هذا الكل قاعدين تكونوا مكثفين وجودكم وتواجدكم في طرقات السياره وفي الاتجاهات. انا باش نسالك سؤال، هل احنا عندنا الحق باش نخطيو الناس باش نعاقبوهم؟ طبعا لا. كجمعيه لا. طبعا لا. احنا فقط نوعيوهم، وثم الدوله موجوده بالاجهزه نتاعها، هي لابد انها تطبق القانون. احيانا تطبيق القانون يساهم بنسبه كبيره جدا في انها زاد الردع، قضيه الردع موجوده، ما يلزمناش ان نتساهلوا او ما نتسامحوا مع ناس تضع ارواح الناس في خطر. في خطر. كذلك ماذا بيا فقط اذا ثم مازال شويه وقت، اضافه اخيره. الجانب الثالث اللي هو مهم واللي انا حبيت نحكي عليه، وانت تحكي على الجمعيه واش قاعدين نعملوا، احنا توا عندنا شراكه مع الجامعات، الجامعه التونسيه، جامعه المنار وجامعه كرتاج. اي وكنا غطينا الشراكات هذوما، وحكيت احنا حبيت نحكي على برنامج الهاكثون اللي هو مسابقه في البرمجه. هاو الجانب اللي باش نحكيو عليه اللي هو العلمي، هو انه نساهم ببرامج برمجيات سوفت وير كيفاش نجم نساعد الناس على ان ما تعملش الحوادث. وهذا ان شاء الله معناها هذه تجربه ذكيه ممتاز جدا، ونوعية زادة اللي نحييكم نحكيو عليها. نحكيو على استخدام التكنولوجيا والعلوم في تطبيقات معينة حتى تسهل على المواطن زادة التنقل بأمان. شكرا لك سي الحبيب، قداش نسعد وقت تكونوا بحضينا، قداش نسعد وقت اللي راه مجهودات نتاع الجمعيات والمجتمع المدني تعاضد مجهودات الدوله، وديما نعاود ناكد على اهميه القوانين والعقوبات الزجريه الحقيقه في الاطار هذايا. نشكرك سي الحبيب مره مرحبا عايش. شكرا لك. يلا التنقير هذايا باش نتبعوا ونوصل لصاحبه مولاه، وانتم معايا يلا نمشي. شكرا. مراد اهلا وسهلا. الصوت نتاع النقرات هذه تتعايش معاه يوميا، يظهر لي يولي لك نغمه مش دايما نعيشش اي دونك النغمه هي اللي قاعده تعيش فيها. صحيح صحيح وقريبه منك برشا النغمه هذه، هي صنعه، هي محبه، هي عشره محبه وعشره وصنعه. صحيح. قل لي قد عطيت العمر، قديش عطيت من عمرك في الحرفه هذه في المهنه هذه؟ والله شنو نقول لك، عندي فوق 40 سنة، ثم في 45 44 سنة موجودين ما شاء الله. ولا مرة خممت مراد قلت نبدل القلم نعمل حاجة أخرى يزي؟ ثم جات كريزة في الكورونا وجات وبعد جات الثورة، قالوا لي بدل، قلت لهم ليش بدل؟ أنت نحبها ومقتنع بها، أنت نحبها أنت، لأن هي نعبها اللي هي جرانتي اللي هي مش تعيشني. احنا نقولوا ما الحب الا للحبيب الاول. اي نعم. هي الحب الاول هذايا، هي غرامك الاول. نوعا ما. اليوم يعيش المجال هذايا سي مراد، القطاع هذايا ناكلوا منه خبز، نحلوا منه ديار، يعني خلينا نتسائل شويه في علاقه بالاجيال اللي نحبوها تتوارث هلا الحرف. هي تو حاليا ولا تعيش. امتى علاش حكم التونسي ولا ولا يحب الصناعة التقليدية ولا مغروم نقولوها الفردة المقياس والفردة النحاس النحاس رجعت، كانت قبل نخدم مع السواح اي بكري طلعني بيه كانت اللي يموتوا عليها الصنعة هذه ويحبوا ويقدروا هما السواح الصناعة التقليدية والخدمة باليد خاطر عندهم بقلة ما عندهمش، والحمد لله تلاقي اللي قاعدين نعيشوا منها تلاقي، والحمد لله اللي جات تطلع بيدي. انا ان شاء الله ربي يطول في انفاسك وبالحق يعني فنان انت سي مراد اليوم كي راه القطاع هذوما المزيانين بحذانا هوني الحقيقه كل قطعه تنسي في الاخرى. صحيح. وكل وحده فيها النفس نتاعك، فيها النقره نتاعك. كل فرده عندها اونيك، هي كل فرده تجي ما تلقاش اختها، تلقاها شبه ماهيش 100%. هي شو نخوها النحاس هو المدعي
حسا عادية اي نقصو اي بعد تخدمها الطول بخير للتصويره بخير حد شيء قلت له بالمخ بال 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 بالاستئناس. هذه الحرفه نتاعك سي مراد اليوم انت محترف. نعم. انت اليوم لا تتبع شيما لا تتبع تصويره لا يعني طبعش. اليوم احساسك نقولوا احنا بالفيلينغ نتاعك كيما هي كيما هي كيما هي كيما كيما قدامي كيما نقشها كيما شيخ انا وشنو افكاري تجي في باهي انا يقولوا لي انت كيما قالوا لي انت النحاس الوحيد فنان النقش الوحيد مش الوحيد مع بعض اقدم واحد انت سي مراد اقدم واحد حاليا نعم حاليا حالي انت اقدم نعم. واحد حاليا نعم وخارج تونس مشيت وقدمت المنتوج هذايا والحرفه هذايا والصنعه هذه مشيت سافرت لالمانيا وعملت معارض في المانيا وعملت في معرض في تونس صريف صريف بالجنوب تفرحوا بينا بالجنوب بطل عليهم وامتلاو طويكا قاعد ديما نباشر الحمد لله وامت مواصل في المدينة هذايا حتى نقولوا يسهل ربي ان شاء الله ربي يطول في عمرك اليوم كان نجموا حاجه كليمه سي مراد منك للجيل الجديد الجديد الجيل اللي ساعات يبدا يفركس منين باش يبدا يفركس عنده الغرام وما عندوش الصنعه ولا عنده صنعه وما يعرفش شكون ينصحه كيفاش يبدا اش تقول له اذا كان يخمم في المجال هذايا وهو كان يحبها ويتغرم بها اللي هي الصنعه هذيا الحمد لله يعيش بها الحمد لله اما الله غالب ماذا بيا انا حبيت حاولت الحمد لله شكون بيت يحب ياخو مثلا مش عام تاعي ويحب يتعلم تو حاليا الصغار ما مش رافضين كان يجيوك مثلا يقترحوا عليك تكونهم سي مراد بتبيع يكونوا شرف تحتضنهم بتبيع به حاجه مزيانه خرجنا بها اليوم لا وماذا بيا انا حبيت نزيد نقول لهم لا يجوا يتعلموا وبالعكس انا عندي فخر لا اللي مش يتعلموا باش يقولوا الصنعه هذه تاع فلان هذه خدمة فلان يدوق عاد مواصلة العمل قلت ربي أنا نشكرك برشا سي مراد ما تصورش قديش فخورة بأنك بحذينا أنك قطعت برشا كيلومترات باش تجي بحذينا وتدلل السادة المشاهدين نتاع القناة الوطنية الأولى نتاع تونس في رمضان نشكرك برشا شكرا لك الله يعطيك الصحة يلا نمشيو نشوفوا دبارتنا كيما رينا هوني الأجواء محليها ومزيانها في الورشة مع سي مراد نمشيو نشوفوا دبارتنا في شكلها النهائي تفضل إنيس حضرت دبارتنا حضرنا دبار الشقان الفطر بعد شقان الفطر يعني حاجة حلوة مع كويس تي وإلا قهوة وحضرنا زيدة للسحور بالنسبة للسحور عملنا جواجم هذوما قلنا إذا باش نحضروهم قبل وقت كما احنا عملنا ماذا بينا نحي والغلة خاطر الغلة مع الياغورت تولي تسيب برشا ماء معناتها دونك أنا اكتفيت بالفرويسيك طبقات البسكوي والياغورت وعملنا صوص كراميل تنجموا تعملوا معجون زيدة راهو للي ما يحبش القوم تاع الكراميل مع جواجم هذوما عملنا خبزة برجوازة هاوكا كما يشوفوا فيها المشاهدين متاعنا فيها تروى كوش الكوش اللوطانية البيضة هي اللوز وفما الكوش اللي من بعدها متاع النوازيت وآخر كوش هي متاع البيستاش في الأخر كتابة سقيناها بالشحور وهو كيكا قصيتها باش المشاهدين يشوفوا الشكل نتاعها من الداخل. يعطيك صحة شيف، دونك هنا روايح محليهم مزينهم، جو بالحق تونسي 100%، هذه هي تونس في رمضان، هو هذا، هو أكثر من هذا، هو اللمة نتاعنا التونسية، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير، إن شاء الله ربي يحييكم بالأمثال وإن شاء الله صومكم مقبول وذنبكم مغفور يا ربي، أنا نتلاقى معكم غدوة إن شاء الله في العدد الختامي للأسبوع هذايا، شكري وامتناني لكل الفريق اللي باش راهم في جينيريك النهائي. الإمضاء أخرجتنا على الهواء زميلتي وصديقتي أمال علوان.